بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. الحقيقه قبل ما نروح لحلقتنا والمحتوى سواء بالاخبار او فقرتنا الحواريه اللي بتبقى النص الثاني من حلقتنا، لازم نقدم واجب العزاء لاخواتنا طبعا واشقائنا في المغرب وليبيا على ضحايا الزلزال والاعصار اللي ضرب شرق ليبيا. نتمنى طبعا للضحايا الرحمه والمغفره، ورب يصبر اهلهم. واكيد طبعا حاجه زي كده، احنا شعب واحد ودم واحد وتاريخ واحد ومصير واحد، اكيد بنقدم خالص التعازي لاخواتنا واشقائنا في ليبيا والمغرب. ويا رب يا رب تبقى اخر يعني الاحداث المؤلمه اللي تمر على اخواتنا يا رب في كل مكان. نرجع لحلقتنا النهارده. في البدايه معانا مجموعه من الاخبار، والنص الثاني زي ما حضراتكم تعودتوا معانا بتبقى فقره حواريه. الحقيقه ضيوفنا النهارده في الفقره الحواريه أبطال في كرة اليد، يمكن اتأخروا شوية معانا في الظهور، ولكن لظروف ماتشاتهم ولظروف الحلقات بتاعتنا ومواعيدها ما كناش عارفين نظبط الميعاد، ولكن أبدا أبدا أي إنجاز بيحصل عمرنا ما بننساه وبنفضل يعني فاكرينه حتى يعني نكرم ونستضيف أبطال هذا الإنجاز. منتخب مصر 2004 لكرة اليد وللعب بطولة العالم الماضية اللي خلصت من أسبوعين ثلاثة، كان في ثلاث لاعبين من النادي الأهلي، ألا وهم محمد صلاح، بلال إبراهيم، معاذ عزب، واللي شاركوا مع المنتخب بشكل أساسي. يمكن محمد صلاح صانع الألعاب، يعني بلال سنتر هاف وبيلعب بعض الأوقات خط خلفي، بلال إبراهيم وينج ليفت وبالمناسبة أخذ أفضل وينج ليفت في البطولة، ومعاذ عزب لاعب الدايرة في النادي الأهلي مواليد 2004، وأكيد مدربهم المدير الفني القدير صاحب الخبرات الكبيرة سواء لاعب أو أيضا مدير فني كابتن هشام عبد الوهاب ميشو، هيكون معانا النهارده لان هو مدير الفني في النادي الاهلي وليه بصمات كبيره مع مجموعه اللاعبين دول. طيب هم لعبوا بطوله العالم واستطاعوا الحقيقه يعني يفاجئونا بالنتائج الجيده، وصلوا قبل نهائي ولعبوا تات ورابع، ويعني بعد مباراه ماراثونيه في التات والرابع احتلوا المركز الرابع واشاد بهم كل العالم الحقيقه، وده مش غريب على كره اليد، رابع ثالث ثاني اول في او مربع الذهبي بالنسبة لفرق الناشئين أو فرق الشباب بيكون أمر طبيعي مش غريب على كرة اليد. طبعا هنبارك لهم وهنتكلم عنهم على الإنجاز ده ونربط على أيديهم، ومش بعيد إن شاء الله السنة دي نشوف يعني واحد أو اتنين منهم أو كلهم إن شاء الله ليهم دور مع الفريق الأول. بالمناسبة المنتخب كان مديره الفني كابتن وائل عبد العاطي لاعب نادي الزمالك السابق، وكان المدير الفني وصاحب هذا الإنجاز. ده هيكون في النص الثاني من حلقتنا. الحقيقة نرجع لأخبارنا ونبتدي بكرة اليد أيضا. زي ما قلت لحضراتكم دوري المرتبط لكرة اليد ابتدى، لعبنا ثلاث جولات ولعبنا الجولة الرابعة، كانت مباراة وقلنا لحضراتكم الحلقة اللي فاتت كانت مباراة صعبة، كنا بنلعب سموحة في سموحة، وطبعا حضراتكم عارفين الماتش ده بيكون ماتش ثقيل، يعني فرقة سموحة فرقة بتلعب كرة يد محترمة جدا وفريق محترم، والسيناريو كالعادة الشوط الأول مستر ديفيد ديفيز المدير الفني والجهاز الفني بالكامل عمل روتيشن كبير مع اللعيبة، بيطلع او بتطلع المباراه ايكوال او يمكن طف جيم من الشوط الاول، ولكن الشوط الثاني استطاع النادي الاهلي ان يفرق. بس عايز اقف هنا واتكلم في حاجه، يمكن المدرسه واحده هنا بتتشابه مع مستر ديفيد ديفيز المدير الفني لكره اليد الرجال، وايضا مستر اجوستي بوش المدير الفني لكره السله في النادي الاهلي رجال، المدرسه واحده الا وهي انه النص الاول من المباراه بيبقى نصف تجريبي، مهم جدا تبقى ماشي ايكوال مع الفرقه الاخرى، ولكن الثالث والرابع في الباسكت والشوط الثاني في كره اليد بيبقى شكل مختلف. الفرقه الحقيقه اللي عايزه تكسب واللي عايزه تاخد بطوله او اللي عايزه يكون ليها الكلمه العليا لازم النصف الثاني يكون افضل من النصف الاولاني. طيب هتقول لي النصف الاولاني يبقى انا ما انزلش النصف الاولاني يبقى فرق دبل سكور او فرق في اليد مثلا 6 7 اهداف واقول ان انا العب على الثاني، لا، مهم جدا تبقى ماشي ايكوال. ولو تفتكروا حضراتكم في السله كنا بنقول دايما لو الفريق الاول لكره السله مشي ايكوال مع الاتحاد السكندري المنافس التقليدي لينا اخر 3 سنين مثلا، لو مشينا ايكوال في الاول والتاني بنفوز. لو حصل ان الاتحاد زي مباراه السوبر فرق علينا 20 بونت او 15 بونت في الاول والتاني ما بنقدرش نعوض في التات والرابع. فكلمه السر هي النصف التاني من المباراه، وده اللي عمله او اللي بيعمله مستر ديفيد ديفيدز، يعني كربونه في الثلاث جولات الاولى مع الجوله الرابعه كربونه. وخليني اقول لحضراتكم النتائج والارقام الحقيقه ما بتكذبش. المباراه كانت في سموحه، وزي ما قلت لحضراتكم في الجوله الرابعه الشوط الاول خلص تعادل 12 12، الشوط الاول مع سموحه خلص تعادل 12 12.
الشوط الثاني طبعا قدرنا ان احنا نفرق جامد وعدينا في السكور، وطبعا يعني احرزنا عدد كبير من الاهداف، وخلصت المباراه 28-21 على فرق 7 اهداف، تفوق كبير جدا. خليني اقول لكم انه في الشوط الاول الثاني نادي سموحه حط 9 اهداف فقط، احنا في الشوط الثاني سجلنا 14 هدف، هو ده اللي عمل معانا الفرق الكبير جدا، 7 اهداف مع سموحه في ملعبها فرق كبير. طب بالنتيجه دي اخبار الفرق ايه؟ بالنتيجه دي اتصدرت فرقتنا جدول ترتيب الدوري من بدري زي ما قلت لحضراتكم ب 12 نقطه، وهو نفس رصيد البنك الاهلي بس احنا متقدمين بفارق الاهداف، وبعدهم بيجي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 11 نقطه. الفوز ده هو الرابع لفرقتنا على التوالي زي ما قلت لحضراتكم، الجوله الاولى كانت مع الظهور، الجوله الثانيه المعادي، الجوله الثالثه العبور. فرقتنا عندها ماتش مهم اللي جاي مع الشمس، واللي هيكون الجمعه الجايه باذن الله. وطبعا مش محتاج اكيد افكر حضراتكم ان احنا حامل لقب الدوري والكاس العام الماضي، وطبعا سوبر افريقي احنا ابطاله، اكيد محتاجين نحافظ على اللقبين دول سنوات وسنوات، يعني محتاجين نفرق في الارقام، خاصه زي ما قلت لحضراتكم الجيل ده جيل يعني يحظى باهتمام كبير وبظروف حلوه، انا اتكلمت عنها الحلقه اللي فاتت. وخليني اقول لكم ان اخر الشهر ده الفريق ده اللي احنا شايفينه هيخوض بطوله افريقيا لابطال الدوري، والرجال والسيدات هيشاركوا. البطوله هتكون في الكونغو، الحقيقه مهمه جدا، مهم جدا ان انت اول زي ما فريق كره القدم عنده باذن الله يوم الجمعه الجايه السوبر الافريقي، وهي مباراه ببطوله ورقم ولقب جديد بيتضاف اليك، بتبقى اول مباراه في الموسم بلقب، ده بيبقى ليها دافع كبير جدا جدا، بتكون صعبه طبعا لان انت بتبقى خارج من فتره الاعداد مش في التوب فورم بتاعتك، محتاج مباريات كثيره وده مش بيعوضك، بيبقى فيه توقف كبير للبطوله، ولكن هو ده قدر الفرق البطل. عندنا كره اليد نفس الكلام، عندنا كره السله كمان هتسافر تلعب بطوله العالم في سنغافوره، هترجع منها على القاهره يوم ولا اتنين، وبعد كده تروح للدوحه تلعب بطوله عربيه، فواضح ان احتدام البطولات هتبقى على اشدها مع بدايه المواسم للفرق الجماعيه كلها في النادي الاهلي. هنروح لكره اليد سيدات، واللي زي ما قلت في الخبر اللي فات انها بتستعد من خلال مباريات دوري المحترفين او الدوري المرتبط اللي بتلعب في الاول، بيبقى مهم جدا انه يبقى اعداد لبطوله افريقيا. يمكن كره اليد يعني كان عندها يعني فرصه او افضليه اكتر شويه ببطوله البوسنه او بطوله الابطال اللي اتلعبت في البوسنه، ولكن السيدات ما عندهمش الافضليه دي، ولكن بيحاولوا يركزوا اكتر في مباريات الدوري. يمكن في بطوله القاهره شغاله كمان مع الدوري في دوري السيدات، وكان عندنا مباراه مع هليوبلس والاهلي الحقيقه فاز في هذه المباراه بنتيجه 48-14، فرق كبير، ولكن يعني مش كل الماتشات هتمشي كده، يعني دايما يعني يمكن كابتن محمد عادل زولا السكور 48، ولكن هو اكيد كان بيلعب بالفول باور لانه عايز يجرب كل اللاعبات ويلعب بقوه، ولكن مش دايما كل الماتشات في السيدات. طبعا لاعبتنا المحترفه السنغاليه اللي جددنا معاها هذا الموسم للسنه الثانيه على التوالي، الماتش كان اتلعب امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وطبعا الفرق الكبير ده يعني ابتدى من الشوط الاول لما خلص 24-5. طبعا اول ماتش في بطوله القاهره كان يوم الجمعه قدام مركز شباب الجزيره، وفزنا ب 47-11 نتيجه كبيره، قبل ما نفوز في الجوله الثانيه على الظهور 41-19. فرقتنا بتحاول تستعد بكل قوه زي ما قلت لحضراتكم لبطوله افريقيا الابطال، واللي هتتلعب نهايه الشهر اللي احنا فيه في الكونغو برازافيل، وهي الحقيقه الكونغو بتشهد يعني طفره في كره اليد واهتمام غير مسبوق في كره اليد، منتخبها كمان بقى من المنتخبات اللي بتتاهل لكاس العالم والبطولات الدوليه، وفي افريقيا كمان بتطلع لادوار عليا. يمكن قاد هذا او هذه الطفره احد المدربين الصرب اللي يعني تولى قياده هذا الفريق من 5-6 سنوات وطور كره اليد في كونغو بشكل كبير جدا. هنروح طبعا لفريق كره السله رجال، وزي ما قلت لحضراتكم في الخبر الاولاني بيستعد لبطوله العالم للأندية في سنغافورة اللي بيشارك فيها لأول مرة كبطل أفريقيا بعد فوزه ببطولة الباسكتبول أفريكان ليج أو البال في نسختها الثالثة. طبعا كان مهم جدا اللقب الأفريقي، كان معنا إيهاب أمين عبر الهاتف في الحلقة اللي فاتت وقال إن أحد طموحاته إنه ياخد ميدالية في بطولة العالم، وليه لأ، ليه ما نحلمش. عندنا ماتشين مهمين مع بطل في المجموعة، مع بطل الجي ليج أحد أقوى الدوريات في أمريكا بعد الـ NBA، لم يكن الأقوى على الإطلاق بعد الـ NBA، وخلينا أقول لكم إن الجي ليج ده كل لعيبة الـ NBA والدرافتس وأفضل لعيبة في العالم بيلعبوا. وأضيف كمان أو أزيدكم يعني من الشعر بيت زي ما بيقولوا، إحنا عندنا لاعب من النادي الأهلي بيلعب في الجي ليج وهو عبد الله ناصر،
لاعب الشباب في النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر الكبير ولاعب منتخب مصر الشباب ولاعب 3 على 3 مع منتخب مصر ولاعب النادي الاهلي ولاعب نادي الشمس السابق، تم اختياره في احد الانديه في الجي ليج يلعب معاهم الموسم كامله، مش بس يشارك معاهم في السمر ليج ولكن اختاروه كمان يلعب معاهم الجي ليج كثالث مصري في التاريخ يلعب هذا الدوري الجي ليج. طيب مباراتنا مع بطل الجي ليج هتكون صعبه، بس بطل البرازيل الحقيقه ما نعرفش قوي مستواه، يمكن اخر بطولات كان بيلعب فيها كان بيبقى فريق محترم وقوي، ولكن زي ما شفتوا كاس العالم منتخب مصر كان قريب جدا من المنتخبات الكبيره، فاذا ليه ما نحلمش، ليه ما يبقاش اول مشاركه لينا، لو كسبنا مباراه واحده تكون كفيله انها تدخلنا المربع وان شاء الله نكون واخدين ميداليه. ليه لا، النادي الاهلي ما يعرفش المستحيل، اكيد الكلام ده يعني مش صعب على الفريق، ولكن ان شاء الله مع المشاركات المتعدده سواء للفرق الجماعيه كلها اكيد في بطولات العالم هتكون حاجه جيده. النادي الاهلي هو النادي الوحيد في العالم هذا الموسم اللي هيشارك في 3 بطولات عالم لفرق جماعيه كره القدم في المملكه العربيه السعوديه، عندك كمان كاس العالم لكره السله في سنغافوره، عندك كمان بطوله العالم لكره اليد واللي هتتلعب في مدينه الدمام ان شاء الله بالمملكه العربيه السعوديه. طيب المباراه او بطوله العالم للانديه هتتلعب كمان 8 ايام بالظبط ان شاء الله، وهي بتتسمى الانتر كونتيننتال، وهتتلعب من 21 ل 8 ل 24 سبتمبر، بس الفريق كلها يومين ثلاثه وهيسافر باذن الله. وبعدها هيكون طبعا زي ما قلت لحضراتكم بطوله عربيه المهمه اللي هتكون من 1 اكتوبر او من 1 اكتوبر لغايه 10 اكتوبر اللي جاي. الاهلي هيكون عنده مهمه صعبه جدا في مونديال الانديه زي ما قلت لحضراتكم، لانه هيلاعب فرقتين تقال، ايجينت الامريكي بطل الجي ليج وفرانكا البرازيلي بطل كوبا امريكا. اما البطوله العربيه القرعه ما اتعملتش الحقيقه حتى الان، طب ليه ما بتتعملش؟ بتتعمل بعد تاكيد الفرق مشاركتها من عدمه. نتمنى طبعا لفريق كره السله، وده طبعا من الفوتو سيشن اللي اتعمل للفريق بعد يعني لقبه او بعد الخمس القاب اللي خدهم هذا الموسم، نتمنى ليهم اكيد كل التوفيق. مستر اجوستي بشرف الاحمال بيتمرن، التلات لعيبه المحترفين موجودين اللي هيلعبوا يعني يمكن بطوله العالم وهيلعبوا بطوله عربيه، يعني عمر عباده اللاعب المحترف التونسي هيلعب معانا بطوله عربيه وهيلعب معانا ايضا بطوله العالم، فالتشكيل هيبقى ثابت يمكن شهر قدام او شهرين قدام. هنروح لكره الطائره، منتخب الكره الطائره واللي اتكلمنا عنه في بدايه البطوله، بطوله افريقيا اللي بتتلعب في صاله رقم 2 باستاد القاهره، في بدايه المشوار كان معاه مباراه مهمه في المجموعه مع الجزائر، والجزائر فازت علينا 3-0. يشاء ربنا سبحانه وتعالى ان الجزائر تاخد طريقها واحنا ناخد طريقنا ونقابل بعض في النهائي، بطبعا بتأييد ومسانده من خماسي اهلاوي موجود مع المنتخب الحقيقه بيلعبوا بطوله افريقيا. وقلنا ساعتها ان مباراه الجزائر مباراه سلاح ذو حدين، يا اما هتكون سبب لوصولنا للنهائي ويمكن نحصد البطوله، او هتكون سبب لخروجنا، يمكن المباراه ما كانتش مباراه يعني صعود او خروج من البطوله ولكن كانت مباراه مهمه في المجموعه خلتنا ناخد الطريق الاصعب شويه. لعبنا الكاميرون في قبل النهائي عملنا مباراه رائعه وفزنا 3-1. جينا بعد كده عندنا مباراه الجزائر، ليبيا الحقيقه حققت مفاجاه النهارده كبيره بفوزها على الكاميرون بميداليه بعد 45 سنه. 45 سنه المنتخب الليبي للكره الطائره بيفوز بميداليه برونزيه افريقيه بعد غياب طويل، ويمكن دي اكبر هديه ممكن يقدمها منتخب الكره الطائره لدولته في ليبيا بعد الاحداث الاخيره اللي حصلت، اكيد حاجه يعني ممكن تبسط يعني اخواتنا هناك بعد الاحداث الكبيره اللي حصلت نتيجه طبعا العاصفه او عاصفه دانيال اللي ضربت خاصه مدن شرق ليبيا. طيب مين الخماسي اللي بيلعب؟ وهنقول لحضراتكم النتيجه، يمكن مباراه النهارده هتبقى مصر والجزائر الساعه 7 بتتلعب. احنا متقدمين 2-0 في الاشواط مباراتنا مع الجزائر، متقدمين 2-0 مع الجزائر، ان شاء الله رايحين على بطوله افريقيا، سبحانك يا رب. المباراه في البطوله في الاول كانت بلا روح الفرقه، يمكن مباراه الجزائر فوقتك بشكل كبير، النهارده انت بتلعب الفاينل مع نفس الفريق وكسبان 2-0، الروح ثم الروح ثم الروح، وده اللي عمل ترانسفير كبير للفرقه، وده سبب فيه اللعيبه الكبار في السن او اللعيبه الكباتن الكبار. طب مين عندنا بيشارك دلوقتي مع المنتخب؟ احمد صلاح، حسام يوسف، محمد عصران، عبد الرحمن سعودي، محمد رمضان، ويمكن حسام يوسف معد الفريق كان ليه دور كبير جدا في الفوز بالبطوله او الفوز على الكاميرون، انا اسف، ان شاء الله يكون ليه فوز بالبطوله، فال كويس يعني، يمكن انا غلطت في البتاع ولكن فال حلو، انا بقول كسب البطوله والنتيجه 2-0 مع منتخب الجزائر دلوقتي ورايحين ان شاء الله على 3-0 باذن الله.
خليني اقول لكم ان ليبيا هو مفاجاه البطوله، هو الحصان الاسود استطاع ان يفوز بالميداليه البرونزيه. طيب مصر اخبارها ايه في اولمبيات يعني باريس 2024؟ بتهيألي بعد الفوز ببطوله افريقيا دي تصنيفنا هيعلى جدا، احنا يمكن احنا وتونس بنتصدر، او تونس الاول بتتصدر التصنيف الافريقي العالمي، وبتاتي وراها مصر، ولكن لسه 7 8 شهور يمكن بعد مباريات هيلعبها منتخب مصر هنجمع نقاط اكتر ونتاهل مباشره ان شاء الله على حساب تونس، لان تونس خرجت من دور الثمانيه بعد الهزيمه من منتخب ليبيا على ما اتذكر، الكاميرون اسف، الكاميرون اللي خرج تونس. فطبعا يعني ده مش هيساعدها قوي انها تجمع نقاط، ولكن مصر اللي هتجمع النقاط وهيكون ليها دور كبير ان شاء الله الفتره الجايه في تجميع النقاط عشان تتاهل لاولمبياد ان شاء الله باريس 2024. طيب الجزائر يعني بتدور على اللقب الثامن ليها او اللقب الاول ليها من 8 سنوات في الكره الطائره، اخر 3 نسخ فاز بيها منتخب تونس في الكره الطائره، منتخب مصر محتاج يفوز ده لان تونس ليها 10 القاب، احنا 8 القاب، مصر بتدور على اللقب التاسع ان شاء الله باذن الله نفوز بيه، خلاص الدنيا هانت وشكلها كده باذن الله تنتهي المباراه واحنا مع حضراتكم على الهواء، واكيد هنبارك لمنتخبنا المنتخب الكره الطائره الحقيقه عمل ترانسفير جوه البطوله بشكل جيد، ابتدى وحش ولكن مع المباريات زاد المستوى وارتفع مع المدير الفني الجديد فلافيو الايطالي. كده هنكون خلصنا اخبارنا ومتابعتنا لاخبار لعبتنا مع لعبتنا مع منتخبات مصر، هنروح للخماسي الحديث. لا يمكن في خبر قبل كده، تمام، لا في خبر يخص الاسكواش قبل ما نروح لخارج النادي الاهلي. يوسف طبعا سليمان يصطدم بالبيرو في ديجو الياس بثمن نهائي قطر الدوليه للاسكواش. انا قلت لكم يمكن الحلقه اللي فاتت ان احنا في الاسكواش يوسف سليمان عندنا زي ما عندنا يعني مصطفى عسل عندنا يوسف سليمان. يوسف سليمان من اللعيبه اللي بتلعب بي اس اي رجال، الحقيقه يعني عامل شغل كويس، ترتيبه جيد جدا، دخل بطوله قطر الدوليه ما لعبش في الدرو الاولاني، دخل على المين درو، بيصطدم في مباراه صعبه جدا جدا مع ديجو الياس. ديجو الياس ده يعني احد المصنفين الكبار، يمكن الثالث او الرابع على مستوى العالم. البطوله بتتلعب من 10 ل 16 سبتمبر، بس ان شاء الله نتمنى ليوسف سليمان انه يفوز ويعدي من ثمن النهائي ان شاء الله البطوله. البطوله مجموع جوائزها 187,000 دولار. طبعا زي ما قلت لحضراتكم القرعه جنبت يوسف انه يلعب في الدور التمهيدي وصعد على طول الدور الرئيسي، وقدر يتغلب على الهندي سوراف جوسال بنتيجه 3-0، وكانت نتائج الاشواط 11-3 11-2 11-6، تفوق كاسح طبعا ليوسف سليمان في ماتش قعد تقريبا 37 دقيقه، ده وقت قليل جدا في الاسكواش. يوسف سليمان طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيقدم مستوى كويس، وهو مصطفى عسل نتمنى نشوف الاثنين في صداره التصنيف اول وثاني باذن الله على مستوى العالم. كده نكون خلصنا اخبارنا طبعا مع او داخل جدران النادي الاهلي. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل نكمل اخبارنا، ولكن اخبارنا المحليه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن الحقيقه بعد ما خلصنا اخبار النادي الاهلي خلينا نتكلم عن الاخبار المحليه. ابرز خبرين عندنا ان في بطولتين عالم شغالين دلوقتي، في بطوله الخماسي الحديث للشباب والحقيقه بتتلعب بليتوانيا، وعندنا بطوله العالم لرفع الاثقال اللي بتتلعب في المملكه العربيه السعوديه. خلينا نشوف منتخباتنا عملت ايه وكان يعني ابرز النتائج اللي حققوها. هنروح للخماسي اللي بتتلعب في ليتوانيا. مصر طبعا حصدت ذهبيه تتابع السيدات ببطوله العالم للشباب الخماسي الحديث بليتوانيا. توج زوج المنتخب الوطني للشباب الخماسي الحديث المكون من ملك اسماعيل وفريده ابو هاشم بالميداليه الذهبيه في سباق تتابع السيدات في افتتاح بطوله العالم للشباب تحت 21 سنه اللي بتتلعب في ليتوانيا في الفتره من 11 لحد 17 سبتمبر اللي احنا فيه. وحقق الزوج المصري الذهب بعد حصولهم على 1103 نقطه بفارق مريح عن اقرب حد ليهم، وجي في المركز الثاني الزوج المجري واللي جمع 1052 نقطه، يعني تقريبا بفرق 49 نقطة. أما المركز الثالث فكان من نصيب زوج ليتوانيا واللي فازوا بالبرونز بعدما حققوا 1011 نقطة. قائمة منتخبنا في البطولة كانت بتضم 4 لعيبة وهم محمد الجندي ومعتز وائل ومازن طارق ومحمد حسام، ومعهم 4 لاعبات وهم ملك إسماعيل وأميرة أنديل وفريدة أبو هاشم وزينة عامر. مصر في البطولة اللي فاتت واللي كانت في بولندا السنة اللي فاتت حققت ميداليتين وجم، واحدة ذهب وواحدة فضة. الذهب كان من نصيب فريق الشباب واللي كان مكون من محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل، وقدر محمد الجندي برضه يحقق فضيه الفردي،
وبعدها على طول حضراتكم فاكرين جانا طبعا وشرفنا في حلقه واحتفلنا بيه مع كابتن ياسر حفني وكابتن محمد عبد الرحمن عيسى. وخلينا افكركم طبعا محمد الجندي او الاخوان جندي يعني احمد ومحمد يعني الاثنين ابطال من ذهب ومصر بتعول عليهم بشكل كبير في تحقيق ميداليه اولمبيه ان شاء الله في باريس 2024. ده كانت ابرز النتائج اللي حققها منتخب الشباب في بطولة العالم اللي بتتلعب دلوقتي في ليتوانيا للخماسي. هنروح لرفع الأثقال ولمنتخباتنا بتشارك فيها دلوقتي في السعودية. كريم أبو كحلة يتوج بذهبيتين وبرونزية في مونديال رفع الأثقال في المملكة العربية السعودية. عايز أقول لكم إن كريم أبو كحلة بيلعب في وزن 96 كيلو، يعني 96 كيلو يعني من أحد الأوزان الثقيلة اللي العين بتحب تشوفها، يمكن في الملاكمة ورفع الأثقال والمصارعة والألعاب الفردية الوزن الثقيل دايما تلاقي الجمهور بيحب يتفرج عليه، حتى في الملاكمة. الملاكمة كمان تلاقي الأوزان التقيلة زي مايك تايسون، محمد علي كلاي، اللعيبة الكبيرة دي كان بتبقى أوزان تقيلة، بتلاقي يعني زي ما بيقولوا أوزان معروفة ومشهورة وسط الجماهير. خلينا نشوف كريم عمل إيه. كريم أبو كحلة لاعب منتخبنا الوطني رفع الأثقال، حقق ميداليتين ذهب وواحدة برونز في منافسات وزن تحت 96 كيلو جرام في بطولة العالم واللي بتتلعب زي ما قلت لحضراتكم في المملكة العربية السعودية. دي صورة كريم أبو كحلة في الفترة من 3 ل 17 سبتمبر اللي احنا فيه. كريم جاب الذهب في منافسات النطر بعد ما رفع 213 كيلو جرام، وده رقم عالي، وكان محقق الفضه في منافسات الخطف بعد ما رفع 174 كيلو جرام، وبكده ضمن الحصول على ذهب المجموع بعد ما وصل مجموعه ل 387 كيلو جرام. الف مبروك يا بطل، يعني رباع من رباعين مصر يعني. وفي منافسات نفس الوزن قدر محمود حسني انه يحقق برونزيه النطر بعد ما رفع 209 كيلو جرام. قائمة منتخبنا الوطني بتضم 7 لعيبة وهم سارة سمير طبعا أحد يعني أبرز يعني رباعينا في رفع الأثقال، ويعني لعبت أولمبياد شباب وكأس العالم لشباب وميداليات تحدث ولا حرج. سارة بتلعب في وزن 76 كيلو جرام. نعمة سعيد طبعا نجمتنا الكبيرة وزن 71 كيلو جرام. حليمة عبد العظيم وزن فوق 87 كيلو جرام. وكريم أبو كحلة في وزن 96 كيلو جرام. محمد حسني في وزن 96 كيلو جرام أيضا. ياسر أسامة في وزن 102 كيلو جرام. عبد الرحمن محمد في وزن فوق 109 كيلو جرام. ويقود منتخبنا فنيا كابتن علاء الدين حسن كامل، ومعاه عمرو رمضان مدرب، ومحمد حسني طه مدرب برضه، ومحمد عيسى النجار، ومحمد إحسان سكرتير عام الاتحاد إداري، والدكتور مجدي الصباغ طبيب للمنتخب. طيب احنا ليه مهتمين جدا برفع الاثقال؟ وزي ما قلت لحضراتكم مش دايما احنا بنجيب اخبار فرقنا فقط في النادي الاهلي، طبعا كل الاولويه لفرقنا واكيد بنجيب اخبارهم في البدايه، ولكن منتخبات مصر مهم جدا حتى لو اللعبه مش عندنا. هتلاقي معانا الخماسي الحديث وما عندناش اللعبه دي، هتلاقي رفع الاثقال وما عندناش اللعبه دي، المصارعه غيره غيره غيره. كل الالعاب اللي مصر متفوقه فيها واللي احنا متوقع ان احنا باذن الله نجيب فيها ميداليه اولمبيه هتلاقي ليها مكان معانا دائم. الريشه الطائره، الجودو، كل الالعاب المهمة جدا بالنسبة لمصر في باريس 2024 اللي احنا خلاص سنة. انت بتتكلم في بطولة باريس في سبتمبر القادم، يعني احنا بنتكلم في سنة، فست شهور هنغمض ونفتح بعد الشتاء اللي جاي. هتبتدي في شهر 7 كمان، يعني انا اسف، في شهر 7، يعني احنا بنتكلم في 10 شهور بالظبط على المونديال. يعني احنا بنتكلم يعني رمضان اللي جاي بعده احنا بنستعد لاولمبياد باريس 2024. هنا عندنا ميزه كويسه جدا في باريس 2024، ان الفاصل الزمني او خطوط الطول البعيده عنا مش زي طوكيو. طوكيو احنا سافرنا كتير جدا وكان بعثتنا بتعاني في الساعه البيولوجيه وقلبها، ولكن احنا باريس الموضوع فرق ساعه او ساعتين بيننا وبينهم عشان خطوط الطول، ولكن يعني ونفس الاجواء ونفس كل شيء. فبتهيألي يعني انا كنت لعيب وعارف ان الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لنا، ان اللاعب يحس انه بيلعب في نفس الاجواء، نفس درجه الحراره، نفس الساعه البيولوجيه، ما بتاخدش وقت عشان يتاقلم. مهم جدا. فانا ان شاء الله متفائل خيرا بباريس 2024. اتمنى ان شاء الله نجيب ميداليات اكتر. يعني احنا واقفين شويه عند 5 ميداليات اولمبيه او 4، محتاجين نجيب 10 12 13، وفي العاب منتظر متوقع لها ميداليات. يمكن احنا خسرنا السنه دي الكاراتيه، ادي ميداليتين راحوا منك من البطوله اللي فاتت في ريال اشرف وجيانا فاروق، الميداليتين بتاعتهم راحوا منك خلاص، كاراتيه مش هيلعب السنه دي. عندك بقى الامل في الخماسي، عندك الامل في رفع الاثقال. رفع الاثقال حل محل الكاراتين. تعرفين رفع الاثقال كان فيه ايقاف سنوي او ايقاف سنين، مش سنوي بقى، كان 3 سنين باين ولا سنتين، كان سنتين كان من خلال الاتحاد الدولي عشان ازمه المنشطات اللي اللعيبه الحقيقه اتورطت فيها بدون ذنب، حصل يعني او بدون وعي، يعني مش بدون ذنب.
والمنتخب كله وقف، ودي كان قصه كبيره واتكلمنا عنها، وازاي ان الاتحاد الدولي لما بيلاقي حاله او اتنين منشطات في منتخب ما بيهتم، مش ما بيهتمش، بيعتبرها حاجه اسمها ايزوليتد كيس. يعني ايه ايزوليتد كيس؟ وده على فكره فلسفي لازم نبقى عارفينها، او ثقافه في كل المجالات بتتطبق. يعني ايه ايزوليتد كيس؟ يعني حاله فرديه. فعنده لما بيلاقي حاله او اتنين او حاله معزوله يعني، انما لما بيلاقي سبع او ست حالات منشطات دي بيسميها تحت او مصطلح هابت او عاده، خلاص ده انت بدات المنتخب ممنهج. بيبقى المنتخب او المسؤول، الاتحاد المسؤول عن اللعيبه دي، هو اللي بيساعدها على انها تاخد منشطات. من ايزوليتد كيس لهابت الفرق كبير جدا. طخ خبطنا ايقاف سنتين، خسرنا ربعنا في بطوله طوكيو اللي فاتت، الايقاف خلص، دخلنا بدانا نلعب بطوله عالم، اهو بنلعب بطولات عالم ورا بعض، وان شاء الله نتاهل لباريس 2024. يبقى احنا عندنا كده الكاراتيه خرج، دخلت العاب القوى، ده سوري انا اسف، دخلت رفع الاثقال، عندنا الخماسي الاخوين جندي وطبعا وبناتنا وشاباتنا على مستوى عالي. هنتكلم عن الجودو النهارده، ممكن يحقق لنا ميداليه. هنتكلم كمان عن السباحه، ليه لا، ممكن نلاقي ميداليه في السباحه، وان لم يكن الامر صعب ولكن ممكن نلاقي ميداليه في السباحه. عندنا الملاكمه كمان منتظرين منها ميداليه. عندنا مين تاني الالعاب؟ انا يعني يمكن مش عايز انسى العاب القوى، لو توفقنا في الرمح مثلا مع الجمل، ولا يعني قدرنا ان نتوفق فيها، ممكن يعني قصدي اقول لكم ان احنا ايهاب عبد الرحمن، انا اسف الرمح معلش ايهاب عبد الرحمن اعذروني، يعني الواحد بيغطي ما شاء الله الله اكبر، بيغطي ب 25 لعبه ولا 20 لعبه، فممكن اسم يجي على اسم. طبعا الجمل لاعب كبير، رمي الجله برضو ممكن بيلعبوا، ممكن يتاهلوا في العاب القوى، ولكن اقصد اقول ان احنا منتظرين ميداليات، عايزين نتحرك من خمس ميداليات نطلع شويه في العاش، 10 ميداليات 12 ميداليه، محتاجين نطلع شويه في الجدول، وليه لا، ليه ما نحلمش. ولكن الحقيقه يعني اللي انا شايفه الرمايه، صحيح نسينا نقول الرمايه، عزمي بحلبه بطل عالم، اول مصري، اول لاعب مصري في الالعاب كلها يتاهل الاولمبياد كان عزمي بحلبه. لا الرمايه النهارده ليها ممكن يعني الامال كبيره على عزمي بحلبه، لانه خاصه انه اتاهل كبطل عالم في احد بطولات العالم، فهو قريب، ليه لا. ولكن الاولمبياد شيء تاني وشيء مختلف، وضغط عصبي مختلف، يمكن كل العالم يعرف منتخب كره السله خسر اهو الامريكي قبل النهائي، خرج من البطوله. انا عايز اقول لكم من دلوقتي في امريكا بيتكلموا عن منتخب الباسكت اللي هيروح اولمبياد، منتخب رايح زي ما بيقولوا ياكل الاخضر واليابس، رايحين ب 12 لعيب الدريم تيم، وعشان يدافعوا عن سمعه كره السله الامريكيه بعد ما اهتزت في كاس العالم اللي فات اللي لقب بها المانيا في مفاجاه للجميع. هو منتخب كويس بس الحقيقه ما كناش متوقعين ليه انه ياخد كاس العالم. صربيا خد الثاني على ما اتصور، على ما اتذكر، يمكن امريكا ثالث، كندا ثالث، امريكا رابع، يعني حتى امريكا خسرت الثالث والرابع. اللي قصدي اقوله لكم انه امريكا طبعا يعني او اللعيبه كلها بيبقى التارجت بتاعها الاولمبيات، لان ده اكبر وسام ممكن تتوسمه او يعني تعلقه على صدرك، وهي ميداليه اولمبيه. منتخبات بتستعد، نتمنى ان شاء الله في منتخبات الجماعيه، ليه لا، ممكن كره اليد تحقق لك ميداليه، مش بعيد على فكره، البطوله اللي فاتت كنا قريبين جدا، ممكن تحقق لك برونز، توصل فاينل تاخد فضه، ودي اللي ناقصه كره اليد. كره اليد فاضل لها حاجه واحده فقط، وهي طبعا انها تاخد ميداليه اولمبيه. طيب احنا بقى كده خلصنا اخبارنا، هنطلع لفاصل، واللي ما شفناش في بدايه الحلقه، حلقتنا او الفقره الحواريه عن كره اليد، منتخب مصر 2004 كان بيشارك فيه ثلاث لعيبه من النادي الاهلي، هذا المنتخب اخذ رابع، ولكن حظى باحترام العالم كله فنيا واداريا، فرقه كويسه جدا كان بيقودها كابتن وائل عبد العاطي، وهيكون معانا ثلاثه من المنتخب اللي كانوا بيمثلوا النادي الاهلي في المنتخب، محمد صلاح، بلال ابراهيم، معاذ عزب، وهيكون معانا مديرهم الفني في النادي الاهلي هشام، او كابتن هشام عبد الوهاب ميشو، احد ابرز المديرين الفنيين واللاعبين في تاريخ النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه اكيد بنرحب بالكابتن الكبير كابتن هشام عبد الوهاب ميشو اللي منورنا في الاستوديو، والمدير الفني لفريق 2004. اهلا بيك يا كابتن هشام. اهلا بحضرتك يا كابتن هشام، منورنا، ومستنى اللقاء ده من السنه للسنه. انا ببقى دايما مبسوط لما باجي بيتي. حبيبي يا كابتن. معانا اكيد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر 2004، صانع العاب والباك ليفت لمنتخب مصر، واللي جه نادي الاهلي قادما من سموحه من عام. اهلا بيك يا محمد. اهلا بحضرتك، مبروك على رابع العالم، ومبروك عليك النادي الاهلي، واداء جميل بصراحه يا محمد. ربنا يخليك. كابتن هشام ابتدي معاك، يمكن جيل مميز، جيل يعني حضرتك يعني بتدربهم في النادي الاهلي، كان ليك بصمه كبيره جدا معاهم، خاصه اختيار محمد صلاح في نادي سموحه ان ينضم معاك في الفرقه. كلمني عن الجيل بشكل عام،
اللي معاك، وكلمني عن الثلاث لعيبه في منتخب مصر بشكل خاص. يمكن جيل 2004، مواليد 2004، من اقوى الاجيال اللي احنا في الفتره الاخيره ديت شفناهم في الساحه، ويمكن اكتر عشان نتاكد ونعرف الجيل ده اكتر اتفرجنا عليه في كاس العالم وشفنا امكانياتهم عامله ازاي. وبصراحه الولاد كانوا قد المسؤوليه ولعبوا ماتشات غايه في الروعه، لعبوا ماتشات كويسه قوي ومؤثره جدا، فكان بصمتهم واضحه وكان دورهم واضح. حتى يعني الولاد الحمد لله في الفتره اللي هم كانوا موجودين فيها ما قبل التحضيرات بتاعه كاس العالم كان باين عليهم الحماس، وكان باين عليهم قوي ان هم داخلين في المود بتاع كاس العالم، فالولاد كانوا مركزين جدا لدرجه ان هم عارفين ان هم رايحين يوصلوا بالمربع ان شاء الله، يعني مربع ساعتها هدفهم البدايه واضح، كان من البدايه المفروض ان هم كان عند عارفين التارجت بتاعهم، فكان عندهم الحافز ان هم يلعبوا عليه، وفعلا بصراحه اثبتوا ان هم كانوا رجاله وكانوا مؤثرين وعملوا دور مهم قوي للجيل. طب قول لي يا كابتن، يمكن محمد صلاح كان موجود، بلال كان موجود، عندنا معاذ كان موجود، هل من وجهه نظر حضرتك الفنيه كان ممكن لعيبه قريبه انها تبقى مع المنتخب؟ طبعا. من النادي الاهلي طبعا. كم لعيب مثلا كان ممكن يكون كمان في المنتخب؟ يعني بنتكلم على ثلاثه كمان، لان فرقه النادي الاهلي مؤثره جدا، يعني الكلام ده مش اقاويل احنا بنقولها، لا ده كلام نتائج طبعا، نتائج الفرقه 2004 للسيزون اللي فات والسيزون اللي قبليه بتقول ان الجيل دوت جيل مؤثر في النادي الاهلي واثر كمان في منتخب مصر. يمكن برضو اجي لك محمد، كان بطوله افريقيا كان بادي عليكم ما شاء الله ان انتوا يعني فريق محترم وهيروح بطوله العالم يعمل حاجه، كلمني عن بطوله افريقيا وازاي انتوا كنتوا واخدين افريقيا دي تجربه عشان توصلوا مربع في بطوله العالم. الحمد لله كنا ماشيين كويس قوي في افريقيا، يعني كان في اربعه من النادي الاهلي، كان معانا يوسف لولا 2006 دلوقتي في المنتخب، وبس يعني استعدينا كويس. طب كلمني البطوله كانت فين، يعني اللي عرف الساده المشاهدين. بطوله افريقيا كانت في رواندا، كانت بطولة يعني كان الفاينل مع الجزائر على ما اعتقد، ولا كان مع رواندا؟ لا كانت رواندا، كان الأرض كان جمهور كبير قوي ساعتها، يعني كان احلى ماتشات حياتي يعتبر بسبب الجمهور، الارض كانت حلوه، يعني كسبنا فرق كبير. انا كسبنا يعني الماتش كان مأزم في الاول شويه، بعدين الحمد لله ربنا كرمنا وفتحنا. وده كان مؤشر ان انتوا رايحين في كاس العالم تعملوا حاجه. انا فاكر حتى كنا استضفنا مجموعه منكم بعد بطوله افريقيا، وكانوا قالوا ان احنا يعني دي بالنسبه لنا احنا مش شايفين افريقيا قد ما شايفين ان احنا نروح المربع. هو هدفنا طول عمرنا كان كاس العالم، يعني يعني بطوله افريقيا دي كانت بالنسبه لنا استعداد بس لكاس العالم. صحيح. وكان كذا بطوله كمان، يعني بطوله البحر المتوسط وبطولات وديه كتير، كانت هي كل ده عشان كاس عالم بس. يعني ما شاء الله عليك محمد، وخليني اقول لك ان انت كانت السنه اللي فاتت مش احسن حاجه بالنسبه لك، يمكن توقعت مع النادي الاهلي، وبعد كده تعرضت لاصابه الرباط الصليبي، وبعد كده دخلت بقى في عمليه واعداد، وازاي ترجع من الاصابه الله اكبر ان انت ترجع تحجز مكانك في منتخب مصر كسنتر هاف وباك ليفت. كلمني عن الفتره الصعبه دي وازاي ربنا سبحانه وتعالى كرمك بعديها. يعني هي ما كانتش العمليه اول حاجه، كانت يعني قعدت 3 شهور علاج طبيعي وتاهيل وكده، يعني كانت فتره صعبه طبعا عشان كان كاس عالم قرب قوي، فيعني بس الحمد لله. يعني انت ما حضرتكش تعمل عمليه؟ لا الحمد لله. طب الحمد لله. يعني يمكن كان ارتخاء شويه في الرباط. يعني الحمد ربنا الحمد بس لله. بس يعني كان قطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي. الحمد لله. بس الحمد لله قدرت ارجع نفسي يعني واحده واحده كده، وقبل مش سهل يا كابتن عزيز. طبعا مش سهل. لا مش سهل ان هو يرجع في الوقت ده في وقت قليل، يمكن حتى كمان في بدايه المشوار بتاعهم في كاس العالم هتلاقي ان صلاح ما كانش وجوده ظاهر قوي، لكن في الاخر ابتدى يطلع تدريجيا لغايه ما ابتدي يثبت نفسه فعلا. كان صعبه جدا فعلا يا كابتن، لانه اصلا انت عارف يعني العمليه، انا اسف لاقول العمليه اسهل. طبعا. انت خلاص بتبقى سليم وبتنزل وعارف عندك ايه، عارف انا وقت قد ايه هنزل بالظبط، انما انت انزل ما انزلش، اشعاعات، طب ايه الاخبار، طب الرباط لحم، طب ما لحمش، الدنيا بتبقى صعبه. لا انت عشت سنه صعبه بالظبط، بس الحمد لله رجعت قبل كاس عالم بشهر ونص مثلا ولا حاجه، ودخلت بقى مع المنتخب وكده، وسافرنا بطوله وديه قبليها بالظبط في السويد، وبعدين طلعنا على طول على كرواتيا، والحمد لله ربنا كرمنا. يعني مبسوط في النادي الاهلي؟ جدا الحمد لله. خلي بالك انا الله اكبر، وانت ما شاء الله يعني داخل عليا الاستوديو، يعني انا نادرا لما بلاقي سنتر هاف طويل، يعني الله اكبر. يعني انت طولك كام؟ انا طولي 197. الله اكبر. يعني السنتر هاف لما بيكون طويل بيبقى مفيد جدا، بيبقى الخط الخلفي الثلاثه اللي ورا ما شاء الله طويل معاهم كمان ومهاري كمان. يعني كمان الطول مع المهاره دي صعبه ان احنا نلاقيها في لعيبه في الكواليفيكيشن بتاعت لعيبه، والفنتات والحاجات دي. يعني انا يعني مثلا عندنا في الدرجه ما بقارنش، بس انا بقول مثلا خيري مش بطوله مثلا، حقيقي اسلام حسن مش بطولك، فانا كنت بتكلم على اللعيبه كنت بشوفهم، ما بلاقيش لما بلاقي السنتر هاف طويل بتفائل جدا، بحس ان هو يعني عمله نادره.
خاصة انه بيجيد اللعب في الباك الخط الخلفي. في الخط الخلفي طبعا باك ليفت الحمد لله برضه شغال الاثنين هنا وهنا حتى في المنتخب في البطولة كنت يعني ساعات هنا وساعات المدرب يحتاجني هنا وساعات المدرب يحتاجني هنا. دي حاجة ميزة كويسة جدا جدا كابتن كمان يعني في الدفاع كمان. طيب هل بيتم الاستعانة بالمجموعة دي ومجموعة أخرى في الدرجة الأولى يعني مستر ديفيد بيستعين بمجموعة وهل بينسق معاك في الاستدعاءات دي ولا لا يا كابتن؟ كان بيحصل معاهم لغاية السنة اللي فاتت وكان بيحصل معاهم صعود وكان بياخدوا تقريبا 5-6 لعيبة بيطلعوا يصعدوا معاهم ودي إفادة كبيرة جدا طبعا المنتاليتي ديت ودي فرقت معاهم كتير قوي كاس العالم وفي الاعداد كاس العالم ولفرقتهم كمان لان هو بيضيف الكلام دوت لفرقته تمارين الفكر الملعب بينقله لزمايله جوه الملعب غصب عنه من غير ما ياخد باله فبالتالي طبعا بتفيد الفرقه جدا. طب انتوا بتلعبوا انتوا النهارده عندكم ماتش يعني النهارده عندكم مين النهارده؟ فرقه العبور فرقه محترمه جدا عبور عامله شغل كويس. لا فرقة الجوله كام يا كابتن عندكم في الدوري؟ الثالثه دلوقتي دي الثالثه. عملتوا ايه في الجولتين اللي فاتين؟ الحمد لله كان اول ماتش او اول الدور الاولاني كان مع فرقه الزهور وبعد كده المعادي والحمد لله فزنا في اللقاءين والنهارده الثالث كان العبور. طيب 2004 مرتبط السنه دي داخل بالمرتبط هو بالزبط. الاساسي ولا الثاني؟ لا ده الاساسي الاساسي يعني 2004 هو ده الاساسي مع درجه اولى اللي عليه نقاط اكبر بالظبط وتحديدا 2006 بقى. 2006 ما ده انا بس الاساسي السنه دي 2004 بس 2006 النقاط بتاعتهم اكتر هو اكتر اكتر لا اكتر من 2004 هو الفريق اللي تحت الفريق الاول يعني هو 2004 دلوقتي ما شاء الله لكن هو المنفذ للدرجه الاولى على طول يعني دايما بيبص على 2004 بالظبط 2004 انا بتكلم في 19 سنه ما شاء الله لا يعني عايز اقول لك ان يعني اكيد مستر ديفيد ديفيس خاصه بعد كاس العالم ومحققين رابع يعني مش كاس عالم طالعين من بدري فاكيد هيبقى ليكوا دور كبير جدا ودي صور يعني دي صور ليكوا ولا في مباراه النهارده دي يا جماعه دي مباراه النهارده جزار 39-26 الله اكبر نتيجه كبيره. طب يا كابتن الشوط الاولي ما كانش يعبر عن كده لان تقريبا كان شبه 5 حاجه كده فرق 2 3 كمان بس خلي بالك انا بتفائل جدا كده يعني انا احب دايما الشوط الاول يمشي ايكوال سادد والشوط الثاني نفرق وعلى فكره مستر ديفيد ديفيس بيعمل كده دلوقتي ماشي 12-12 انا قلت له بين الشوطين انا قلت له انت بتعمله زي الدرجه الاولى بين اوجوستي وما بين ديفيد ثالث ما عندناش ثالث احنا بنلعب على الثاني بنلعب على الثاني هو الله اكبر النص الثاني لما تبقى الفرقه كويسه خاصه لو واقفه على جنبها. طب عايز اتكلم معاك كابتن هشام برضو في حته الناحيه البدنيه الفنيه الله اكبر واضح ان الجيل كويس وحتى اللي بره المنتخب يعني عنده حضرتك مجموعه كويسه جدا يعني كلمنا عن الناحيه البدنيه بتشغل معاهم ازاي ابتديت معاهم من امتى بتاهلهم ازاي هل عندك اصابات ولا لا عايزين نركز في الحته البدنيه شوية. يمكن احنا ابتدينا من اواخر شهر 6 اوائل شهر 7 ودي كانت البدايه بتاعتنا الاول ان احنا كنا ابتدينا الشغل بتاعنا كان الاول اللي هو يعني بنشتغل شويه على الحته بتاعه الاناليسز والاستاتستكس على كل واحد المجهود البدني بتاعه يحتمل يعني يتحمل قد ايه بحيث ان احنا نعمل الاول اللي هي الاختبارات البروفايل لكل واحد بالظبط كده وبعد كده ابتدينا نمشي واحده واحده في الاتجاه بتاع الاحمال البدنيه طبعا ده الكلام دوت بتعاون مع كابتن سالم رئيس النشاط سوري رئيس الجهاز لا رئيس الجهاز كابتن ياسر لبيب طبعا لكن كابتن احمد سالم رئيس قطاع الناشئين فكان في دايما توافق بيننا وبين بعض في النقط بتاعه الاحمال بالظبط عامله ازاي بالهيستوري القديمه لكل لعيب فيهم يعني خاصه ان كابتن سالم بيهتم جدا بالناحيه البدنيه ده حقيقي هو دارس اكاديمي وعارف ده حقيقي جدا 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 وبيفيد جدا 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 في حاجات ليها علاقه بالعلم العلم البدني والعلم الاحمال احنا صورنا كنا كامله الابطال كانت موجوده في صاله الامير عبد الله الفيصل بالصدفه مره وصورنا الاختبارات بتاعتكم صورنا ازاي انتوا كنتوا عاملين بطول الملعب اختبارات وبداتوا بعد كده تقيسوها وشغالين عليها كنا وقت الاختبارات احنا كنا معاكم يمكن ده على الليفل الصغيرين شويه لكن على الليفل بتاع المرتبط كان شويه بالاحمال اعلى شويه وابتدينا فيها من شهر 7 لغايه ابتدينا لغايه بدايه شهر اول 9 تقريبا وكان الحمد لله وصلنا الليفل كويس قوي بحيث ان الاولاد يبقوا عارفين احنا عندنا سيستم ماشين بيه اللي هو الروتيشن بتاعنا جوه الفريق ممتاز فالحمد لله ان لازم يبقى كل العناصر اللي موجوده ال 16 اللي متسجلين في السكور باحمال بدنيه متقاربه من بعض عندك اصابات ولا حاجه يا كابتن للاسف عندنا 5 لعيبه اصابات يا ساتر يا رب كتير جدا يا كابتن اصابات كبيره ولا لا الحمد لله اصابات ليها علاقه بحاجات قبل كده يعني ما بين حد عمل عمليه قبل كده ما بين حد يعني ما لهاش علاقه بالاحمال البدنيه بتاعتنا لا يعني هم جايين عليكم متصابين بنسبه كبيره طيب يعني اصابات جامده ولا ممكن نلاقي حد لا الحمد لله خلاص في خلال ان شاء الله نتكلم على 3 اسابيع يكون كل اللعيبه ان شاء الله رجعت الحمد لله الحمد لله ويبقى الماتشات الجامده طب يا محمد يمكن انت اكيد برضو ليك طموح واجيت لما جيت النادي الاهلي عارف النادي الاهلي أكيد. يعني انت داخل في منافسه قويه وعارف ان انت اكيد عايز توصل لحاجه معينه شايف يعني طموحاتك ايه مع النادي الاهلي عايز توصل ايه مع النادي الاهلي يعني انا اول حاجه طول عمري نفسي العب في النادي الاهلي يعني ده كان حلم من وانا صغير ان انا العب في النادي الاهلي الحمد لله ربنا كرمني بالحلم ده فان شاء الله يعني طموحاتي كبيره قوي في النادي الاهلي يعني مش دوري ولا اتنين ولا كده ان شاء الله يعني
كذا دوري باذن الله ما شاء الله، وان شاء الله بقى تصعد مع الفريق الاول لو في مثلا بطولات جايه مثلا كاس عالم انديه او حاجه زي كده ان شاء الله اللي جاي يعني المستقبل باذن الله يعني. طيب قول لي يعني مشاركتك مع الفريق الاول يعني النهارده الفريق الاول واقف على رجله مش زي السنوات الماضيه، معاهم جهاز فني قوي بيلعبوا ماتشات قويه، هل شاركت مع الفريق الاول في مباريات مثلا السنه اللي فاتت، شاركت معاهم في مباريات وديه يعني، كلمني برضو على اللي انت لعبته مع الفريق الاول. حتى الان لسه مفيش اي حاجه بسبب الاصابه اللي جات لي دي في اخر الموسم اللي فات او في نص الموسم اللي فات، فهي عطلتني شويه، بس ان شاء الله يعني الموسم اللي احنا فيه ده ربنا يكرم يعني معاهم. طب مستر ديفيد ديفيز ممكن يكون عايزكم تتفرجوا مع فريقكم اكتر، لانه يمكن انتوا عندكم مباريات مهمه والمباريات في الاخر فاليو بتضاف له طبعا في الفريق الكبير. بالمناسبه كابتن هو كمان بيجي يتفرج عليهم دلوقتي يعني هو بيجي على طول بيجي يتفرج عليهم في كل الماتشات جدا تقريبا. ممتاز جدا جدا، ودي حاجه برده يعني دي حاجه برده عشان يبقى شايف، يبقى شايف بعد الماتش بيقعد نتكلم مع بعض في افكار، فبالتالي بالعكس بيفيد الفريق جدا وبيقعد يسال على اللعيبه. يعني ابرز اللي دار بينكم بمستر ديفيد ديفيز يا كابتن؟ يعني اغلبيتها على يعني هو طبعا دايما بيقول لي ان انا ما بشوفش الفريق ده بيتمرن ازاي، فبالتالي ما اقدرش احكم عليه على الملعب بتاعه عامل ازاي، لكن بيجي دايما يقول لي مثلا على نقطه عندك في حته هنا ممكن تتزود، في حته هنا ممكن تتغير، فدايما في كلام بيننا وبين بعض، بس ما بيخشش في تفاصيل يعني. من الاحترام المدرب اللي هو بصراحه هو راجل محترم جدا وجميل جدا، فهو ما يحبش يتدخل في تفاصيلك انت كراجل مدرب بتعمل ايه، ليه كل صلاحيات بالظبط، لكن ممكن يقول لك على تيبس كده تشتغل بيها، ممكن يقول لك على شويه حاجات، فدي حاجات بتفيد طبعا، بتفيد اللعيبه اللي هم بيبصوا لما يشوفوا. طب خلينا نشوف مثلا محمد، انت على المستوى الشخصي هل مستر ديفيد ديفيد وجه لك نصيحه معينه، وجه لك توجيه معين فاكره انت؟ يعني حتى الان يعني ما اتكلمش معايا في حاجات قوي، بس يعني اتفرجت له على كذا حاجه يعني كذا ماتشات او كده، يعني ما شاء الله فكر عالي قوي، فاتمنى يعني ان انا العب معاه يعني قبل ما يمشي او كده ان شاء الله العب معاه باذن الله. خلي بالك كابتن هشام اكيد ادرى واحد بالكلام ده، واكيد هو من غير انت ما تقول هتلاقيه كابتن هشام، لانه خبره فنيه كبيره جدا، وخلي بالك اهلاوي حتى يعني خد بالك انت بتقول كلام هو ما بيبانش عليه، بس اهلاوي عصبي جدا، هو بيجهزكم من غير ما تعرف اكيد، لانه عارف هو قال كلمه في اول اللقاء قال لك 2004 دول اللي بيسند عليهم الدرجه دي. وخلي بالك كابتن انتوا لعبه عنيفه جدا ده، فممكن في لحظه بعد الشر يا رب تلاقي مركز فضي في الدرجه الاولى بالظبط، فيقول لك انا عايز. بس هو برضو انا ارجع واقول ان مستر ديفيد ديفيدز من الناس اللي بتدي فرصه للشباب، ودي فرصه ليكم كويس، انتوا جايين على حد اولا كوتش هشام جامد جدا وهيجهزكم، وفي نفس الوقت مستر ديفيد ديفيدز هيديكم الفرصه. طب يا كابتن شايف احنا بنتكلم بقى على كره اليد في نادي الاهلي، بنتكلم على سنتين ثلاثه جايين، شايف التصعيدات بتاعتنا واللعيبه اللي طالعه الدنيا في امان يعني، هيبقى في ريبليس وسموس ريبليس هيبقى ماشي مع الفريق؟ يمكن انا جيت مع حضرتك قبل كده هنا في نفس البرنامج وكنا اتكلمنا على المشروع عامل ازاي، وفي مشروع موجود وبصراحه طبعا. بمنتهى الامانه ماشيين بالمشروع دوت بخطه ثابته جدا، ومن غير ما اخشش يعني اقول مش عارف ايه، بس بامانه ربنا يعني كابتن احمد سالم وكابتن خالد العوضي في ظهره وكابتن ياسر لبيب طبعا وبدعم مجلس اداره، في مشروع بيحصل بجد بجد ده بيحصل، فاحنا شايفينه كويس وعارفينه، بس الحمد لله انا قلت حتى مش هيظهر دلوقتي، لكن ابتدت نتيجته تبان، ابتدت تبان شويه يعني، الاول ما كناش حاسين بيه لكن في شغل بيحصل. طب دور 2004 معاك ايه بقى في الرؤيه دي او البرنامج المحطوط، دورهم ايه بقى في اللي انت شايفه، ورسم لهم ايه؟ هم وصلوا للستاب الاخير خلاص، وصلوا للستاب الاخيره ما بين ان هم بيتحضروا فعلا ان هم يبقوا لعيب الدرجه اولى، وحتى وانا بتكلم معاهم دايما في المحاضرات بتاعتنا انت لعيب درجه اولى، انت ما بقتش لعيب صغير، لان فعلا بيتم الاستعانه بينهم في بعض الماتشات. يمكن السنه اللي فاتت حصلت مشكله في وقت من الاوقات ناحيه الرايت بتاعتنا، كان فيها خمس اصابات، صحيح خمس اصابات للخمس لعيبه، ده احنا قلنا هو في ايه؟ مفيش، ده كان على ما اعتقد يعني كان بيشو اللي هو الباك رايت اسمه ايه ده كاستيلو ومحسن وعمر وعمر ويمكن كمان مهاب اللي هو كان مواليد اللي هو الاصغر، نزلوا تحت لغايه 2006 عشان يدوروا على وينجر واحد مش لاقيه، فحصلت مشكله طبعا، لكن دلوقتي الحمد لله بقى في ريبليسمنت، بقى في دايما حد بديل موجود، بقيت بديل جاهز والحمد لله، بيبقى بيتجهز ان هو يبقى لعيب درجه اولى جاهز ما شاء الله، ان هو ما يبقى بنفس الفكر تقريبا اللي هو يوصل يبقى سيستم ملعب، يمكن محمد يقدر يشرح الحته دي اكتر، ان بقى في سيستم لعب اكتر بقى موجود، بقى في سيستماتيك اللعب بقى سيستماتيك، وده اللعب المتطور، ده اللي هنقول المتطور شويه ما شاء الله. طب محمد فاكر بطوله العالم ايه احلى ماتش لعبته يعني؟ فكرنا كده مثلا فارو ممكن فارو، بس الفارو يعني ماتش فارو كان في دور الثمانيه صح، كان ماتش ماشي واكسترا تايم كان فيه تقريبا صح، احكي حركة لقطات كمان حصلت على احكي لي على الماتش في كواليس في الماتش، اديني بقى كواليس لك انت واضح انه عارف، قول لي كواليس يعني ماتش الفارو مثلا بتاعت الناس اللي كانت بتعيط بره ده اخر دقيقه ومقربين فرق اخر دقيقه ونص تقريبا، فاضل دقيقه ونص انت ثلاث اجوان، انت كان ليك نصيب فيها؟ لا لا. طيب قول لي على السيناريو، قول لي على الماتش عشان ممكن يكون الساده المشاهدين يسوق. كان فاضل دقيقه ونص مثلا او دقيقه و20 ثانيه، كان فرق 3 لفارو ايلاند.
يعني احنا كنا متاكدين، يعني احنا معظم البطوله كنا بنعوض في الاوقات الاخيره، يعني دي معروفه لينا من المنتخب ان احنا بنعرف نعوض الحمد لله. كنت في الملعب ساعتها؟ لا الماتش ده تمام، مكنتش في كنت الملعب. انت بره. بالظبط، تمام. بس كان فاضل دقيقه ونص وفرق 3 ليهم. مره واحده خلاص احنا قطعنا حسينا كوره، اللي هو بقت ضغطنا ضغطنا بالظبط، حسينا اللي هو بدانا بنخسر. نخسر، فقعدنا نفوق بعض، لا لازم نكسب مش عارف ايه، كل الدكه اللي بره كانت عياط كلها. عياط عياط. يعني لا خسرانين احنا مش بس هنخسر، دقيقه، مش جايين نروح احنا المربع، جايين ناخد، لا مش مربع او كمان، جايين احنا ناخد كنا جايين ناخد ياخد ذهب. الذهب بس، يعني الحمد لله لا على كل لا شيء. زي الفل زي الفل. تمام. فخلاص مره واحده اتقطعت كوره، بقى فرق واحد، بقى فرق اتنين قصدي، بعديها مش عارف حصل بيننتي ايوه او حاجه زي كده. ضاع، اترد الناحيه الثانيه، بالظبط، يوسف اترد وليد الحزام، صدها، وبعدين احنا جالنا بيلنتي، بلال دخل ولا مش فاكر مين بلال اللي دخل، هيجي هيخش اللي ان شاء ده اللي الله. هيدخل. بلال جابها دخل الحمد اخر جول لله. اللي هو الجول الاخير في اخر وكان ثانيه، خلاص في اخر فاضل ثانيه مثلا 3 ثواني، قطعنا الكوره فاضل 3 ثواني بالظبط، كنت تخطيم في الكورت انا بالظبط، فاكر. فاكر. كله مان كده، وفاضل 3 ثواني قطعنا الكوره وفاضل ثانيتين الثانيه خلاص، الاخيره الكوره اتبصت لبلال، فاضل ثانيه بلال شاط حطها كوره حكم والحكم صفر صفر على طول بعديها. تعادل. انا طبعا دي فاكر، انا كانت شفت الدقيقه ونص ايوه دي واتشيرت، بالظبط، عشان فرحه طبعا اللي كانوا عاديه، بيعيطوا بره كانت دول. فرحه هستيريه. انا اللي شفتكم بيعيطوا جريتوا بره في الملعب ناس جوه يعني. طب انت لما بيحصل مع فرقه تبقى كسبانه ثلاثه وتتعاد وتلعب اكسترا تايم، بيحصل دروب جامد طبعا نفسيا، دروب. عملتوا ايه في الاكسترا تايم؟ احنا بقى ثقتنا بنفسنا عاليه قوي ساعتها الصراحه، و ان ربنا كاتب لي الاكسترا. بالظبط احنا قلنا خلاص الماتش بتاعنا ان شاء الله، وفوقنا بعض تعرف كلنا. الاتحاد الدولي حاط، طبعا اكيد الاتحاد الدولي نزلوها حاط طبعا. الدقيقه ونص دي على صفحته، الاتحاد الدولي. دي حاجات اللي احنا بنقعد يعني بنقعد دايما نكلم فيها اللعيبه، دايما ما اوعى تستسلم لغايه الصفاره مع تحت الحجم لحد اخر دايما. ثانيه فهم بصراحه نفذوا الكلام ده، وكل الشكر طبعا لكابتن الفي وكابتن وائل طبعا مدربين المنتخب طبعا، بامانه ربنا، ان هم كان عندهم الاصرار ان خلوا اللعيبه يعملوا الحاجه الفايت لاخر اللي احنا ثانيه دايما بنقول عليها، لحد فالناس تبقى اخر ثانيه. شايفاها، فالولاد الاصغر يشوفوا الجيل دوت وهو بيعمل اللقطه دي. ما فكانت شاء الله بصراحه عليك الحمد لله، وجينا في اكس تايم كسبنا. وكسبنا الحمد لعلمك ده لله، هتكرر معاكم في التالت والرابع بس والثالث خسرت. والرابع بس للاسف في خسرت. الاخر يعني. التالت والرابع كان مع الدنمارك باين ولا كان مع مين؟ لا الثالث والرابع كان مع كرواتيا، كرواتيا. انا ولعبنا برضو معاهم اكسترا تايم، ده بقى ماتش كنت شاركت فيه بنسبه احسن يعني كتيره، لعبت فيه كويس فاكر الماتش ده؟ والحمد لله كنت لعبت كويس قوي فيه، بس جت في معلش الاخر خالص معلش في الاكسترا مفيش تايم، مشكله. بس الحمد لله يعني. انت فاكر برضو قبل النهائي كنت لعبتوا فرنسا تقريبا او لعبتوا مين؟ لا قبل النهائي كنا لعبنا الدنمارك. الدنمارك. بس خسرنا، ده والدنمارك ماتش، تقريبا هي اللي خدت بطوله العالم. لا اسبانيا، اسبانيا يعني هي اللي خدت بطوله العالم طيب. لان انتوا كانوا منتخبين بيلعبوا، فانا مش فاكر بالظبط، النتائج اسبانيا بالظبط. طيب في قبل النهائي مع كرواتيا، طب كرواتيا كانت نتيجها ايه قبل ما تلعبكم فاكرينها؟ كرواتيا كانت لعبت مين يا رب؟ النتائج كانت كسبت كل الفرق كرواتيا تقريبا، كانت كسبت، يعني كل كرواتيا الاجانب استطاعوا، كانت لعبت ما يعني خسرتش غير قبل النهائي بس. بس بالظبط، يعني ولعبت كرواتيا كانت فرقه جامده جدا، جدا هتلاقي طبعا، كانت مرشحه فاينل كمان، وبالذات بيلعب على ارضها، وسط بتلعب ارضها على ارضها، يعني الجمهور كان الجمهور كان فعلا مالي صار. كبير جدا يعني. ده انا بطوله بشوف عالم. الجمهور كان فاضي في كل الماتشات تقريبا الماتش ده، الا ماتش الماتشات كرواتيا العاديه. ميداليه، ده ميداليه يا حقيقي. كابتن، ميداليه. طبعا طبعا بس خبرات ليكوا حلو، طبعا طبعا، خبرات. استفاده كبيره قوي لينا يعني. عيطتوا تمام كل عيطتوا كويس الخبرات. قوي وخدت خبره في العياد كويسه. يعني نلعب بقى، بس نلعب بقى خلاص، عيطنا كفايه نلعب. استفاده لا بس كبيره هو يعني جيل طبعا بصراحه، قوي بس يعني، خلي مش بالك هنا. دي تدل على الروح دايما طبعا يا كابتن، طبعا ويمكن حضرتك استاذنا، طبعا الروح بتمم البنش حقيقي. دايما، يقول لك الفرقه تكسب مش من بالظبط، مش السته السبعه الخمسه اللعيبه ايا اللي كان بتعيط اللعب. بره دي، ده معناه ان هو الدافع للعيبه اللي جوه دي هنموت نفسنا، انما ما انتوا ينفعش. المسؤولين جوه دلوقتي، احنا هننزل اي حد هياخد اوردر ان هو هينزل، هينزل يموت نفسه، هيفجر جاهز نفسه ولا لا، جاهز صحيح. لكن اللي جوه الملعب طبعا حاسين بزمايلهم اللي بره، فبالتالي هو ده دي الروح اللي بتجيب بعض. بتعمل ستريس على ده مع فرقتك دلوقتي يا كابتن؟ دي بنتربى عليها، احنا اتربينا عليها جوه النادي، ان احنا ازاي الناس اللي بره ازاي بتبقى بتسبورت الناس اللي جوه، ده احنا ازاي ايه الادوات اللي احنا واحنا قاعدين بره ازاي نكلم اللعيبه، والاسلوب اللي احنا نتكلم بيه مع بعض ازاي، يعني ما حدش يقوم يزعق ومش عارف الكلام بالظبط. ده ازاي اوصل له. لا انا بشوف يمكن عندي لقطه من في الماتش اللي فات حصلت ما بين حراس المرمى، ايه بقى؟ ان دايما انت بتحس ان في تنافس بين اللعيبه وبعضها، ان بالظبط انت عايزه طبيعي. يغلط عشان انت تنزل ما هو تقف في ده الجون، ده طبيعي، الطبيعي. انا مش محتاج احلف، بس انا شفت مثلا لعيب اللي هو حسن، مثلا حسن كان لعيب كان واقف بره، وكان الجون احمد اعتقد اللي كان واقف في الجون، انا مش قادر اصدق اشوف صوره حسن وهو عمال يشجع حسن، كل مع كل كره احمد بيصدها حسن بره عمال برافو عليك ومش عارف ايه. جميل. هي دي الحاجه اللي احسن حاجه ممكن وربنا تشوفها جوه هيكرم الفريق الاثنين ده طبعا، حقيقي، وهو ده اللي ده حقيقي كده فعلا، ربنا ربنا بيكرمه بيكرمه هو حقيقي ده وزميله حقيقي، بيتمنى له الخير، لان دي ومعاهم ما فيهاش زميلهم كلام. ثالث مصطفى طبعا بصراحه ثلاثه اداء ثلاثة بحب ولا احسن جميل. من كده بصراحه يعني. تعرف كابتن هشام وهو بيتكلم، انا يعني انا واحد من الناس وانا لعيب كنت احب المدربين اللي كده. انا كنت بحبك وانت بتلعب بالمناسبه. لا والله بجد انا بقولش لسه بيحكي لي، والله لسه بيحكي لي كنت والله بحكي لهم جوه على التاريخ بجد لحضرتك. بجد. لا والله يعني ازاي احب انا المدربين الحماسيين طبعا اللي ده زي ده وده، طبعا والعب وروح وما بالظبط يهمكش طبعا. ويديك ثقه وتحس ان هو مش مدرب، لا الصراحه كابتن تحس انه هشام لعيب يعني معاك. بيدينا ثقه عاليه قوي والله العظيم. وخلي بالك دي ثقه كبيره برضو، كابتن ياسر لبيب النهارده لما اكيد يختارك كمان في الموقع ده، وانت الفريق اللي يعتبر فيرست تيم به،
لان هو بيتسند عليه. فالنهارده ثقه كبيره جدا من الجهاز، خبرات وانت لعيب، خبرات وانت مدير فني، ولفيت على الاجهزه الفنيه بشكل كبير، خدت خبرات. فانتوا محظوظين بصراحه ان مستر ديفيد موجود. لا الحقيقه يعني في النادي بامانه، في النادي الاهلي كلنا طبعا. ودي على فكره مسؤوليه كبيره، انتوا لازم برضو الراجل ده ما تخزلهوش، لازم تلعبوا عشان خاطره. ربنا يكرمنا بقى مع بعض. يعني ايه اصعب فرقه تلعبوها يا محمد السنه دي؟ كالدوري يعني؟ لا في فرق كتير. قول لي قول لي. لا ما انت ضحكت. قول لي يعني مدام مثلا وصلنا اللي هو الفريق تحت الفريق الاول على طول، بيبقى يعتبر معظم الفرق اللي هم لا اي ماتش بيبقى ماتش صعب. مثلا نقول الزمالك معانا، مثلا الزمالك يمكن مع كل احترامي يوسف الزمالك اقل لهم شويه. مثلا سبورتنج وسموحه، وزمالك يجي كده بعد ما جه سموحه محمد مينا برضه فرقه منافسه طبعا. فرقه منافسه سموحه سبورتنج، سموحه وسبورتنج والزمالك والجيش. ولا في فرق كتير يعني، في فرق يعني الدوري صح. المنافسه دي حاجه حلوه يعني، هي المنافسه دي طبعا بتطلع لعيبه اكتر، وبتلاقي قاعده الناشئين بتاعتها بتكبر اكتر، فبالتالي كويسه للفايده للاعب. حتى هو منتخبكم كان في منهم سبورتنج، منهم جيش، يعني في لعيبه السوشيال ميديا كان بيسالوا ده بيلعب فين مثلا. فالمفاجاه ان هو في الجيش، طلع الجيش ما شاء الله. الفريق مثلا بيلعب فين؟ في سبورت. بس هو دايما انا بقول سبورتنج خطورتها بتبقى اكتر على ملعبها، الملعب ضيق وكنس يعني بيديها اولويه وليها مشجعين ليها القعده بتاعتها اللي بيقعدوا حواليها الملعب دي. طبعا ملعب مقفول عليك زي بتاعه الكوره بتاعه البلنتيات بتاع زمان. طب خط جنب الحيطه يعني انك تجري متعه برده وانت بتلعب جوه الصاله. انا بحب الحاجات اللي فيها المنافسه. ايوه بس هي الواحد عارف انت برضو لما تبقى انت باصص تلاقي ورا الجون ورا بتاع. انا بحس ان انتوا بتتخنقوا لما السموحه او سوري سبورتنج بتقفل شويه على الدايره، بيبقى في صعوبه. دايما كان فريقنا الفريق الاول كان مشكلته في سبورتنج هناك. ده حقيقي كلنا في سبورتنج في صاله، وحتى فيرست تيم لعبنا فيرست تيم عارفين كويس امكانيات الصاله عامله ازاي. الصاله كانت زمان كمان كانت مختلفه. كمان ما كانش في مدرجات، ما كانش في اي حاجه، الناس قاعده على الخط. صحيح. فبتبقى ليها جو تاني خالص. حلوه قوي. طيب احنا لعبنا 3 جولات لغايه دلوقتي، لسه احنا ماشيين بنفس ترتيب الدرجه الاولى ولا مختلفين؟ نفس الترتيب، بس هم عشان بيلعبوا جمعه وثلاث فهيسبقونا، عشان هم بعد كده هيتوقفوا قدام شويه عشان هي بطوله افريقيا تقريبا. بس انتوا الماتش جاي سموحه، لان هم الماتش جاي لعبوا سموحه هناك. هناك نفس كل حاجه، و2006 نفس الكلام ماشيين. طيب في التوقف بتاع البطوله اللي هي الابطال، دوري الابطال، هتكملوا الدوري بتاعكم ولا تسيبونا مكملين؟ يعني انتوا ممكن تخلصوا هم يجوا يكملوا زي السنه اللي فاتت بالظبط كده. بالظبط. طيب توقعاتك لبطوله افريقيا الابطال، خاصه ان الزمالك اعتذر كمان، فانت المنافس التقليدي مش موجود. صدقني انا حاسس ان يعني عشان اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، حتى لو الزمالك مع كل احترامي طبعا للزمالك، الاهلي بقى ليه الافضليه دلوقتي طبعا بالنتائج السنه اللي فاتت. بالظبط. يعني حتى لو ما كانش قبل كده كان عندنا مشاكل من اربع خمس سنين، لا انا حاسس ان الموضوع بقى دلوقتي بقى في الملعب اكتر، وبالنسبه ناحيه الاهلي اكتر. طب محمد قول لي، يعني انت في الملعب يعني بتلعب مركزين، المركز الاقرب اليك واللي بتحبه ايه؟ اولا لا طبعا انت بتقول يعني ممكن السنتر اوف شويه، عشان يعني معظم الناس بتقول يعني بالنسبه لي انا كفكري اعلى، او يعني مش عارف اوصلها ازاي. امكانياتك اعلى يعني، مثلا الليفت باك تدربه كده انا الحمد لله حركاته قليله في الملعب. بالظبط. لكن انا مثلا في دماغ شويه بتشتغل وكده، فالسنتر هاف يعتبر احسن شويه بالنسبه لي. انا واحد من الناس الاثنين نفس الحاجه بالنسبه لي. انا اتمنى يكمل سنتر هاف ان شاء الله. ان شاء الله الاثنين مع بعض. انا نفسي اشوفك باذن الله في يوم من الايام سنتر هاف الفريق الاول. الطول ده ما شاء الله اكبر، بالجسم ده بالعرض ده احنا محتاجينه عشان تبقى سند ليه. يعني انت ممكن في الروتيشن تلاقي نفسك جيت في الباك ليفت، بقى عندك اثنين باك ليفت، اللي بيلعب في النص واللي بيلعب هنا. فبيلعب خيارات احسن للمدرب كمان طبعا. انت عندك خيارات كتيره، فبدل ما حد لعيب ستاندر في حته واحده بيبقى عندك اكتر مكان طبعا. بتدي اتمنى ان شاء الله. انا كنت ايه لو كنت قلت غير كده كنت خلاص. بس السنتر هاف يعني كابتن، وهو كلامه انت مؤيده يا كابتن. حضرتك شايف ايه بقى اللي في الملعب؟ لا دي بتاعتنا احنا جوه. مش عارف دي مش هتقول عليها. لا بالعكس. طب بعدين اوف اير. الحقيقه حاجه تشرف والله، حاجه تشرف. كابتن هشام طبعا بشكرك، نورتني وشرفتني. انا كان نفسي طبعا الفقره تطول اكتر من كده، الكلام معاك ما بيشبعش. ان شاء الله ان شاء الله، واحنا بعد نهايه الدوري باذن الله نكون موجودين مع بعض الكاس وعد ان شاء الله. هنحتفل فيه مع بعض ان شاء الله باذن الله. الدوري طبعا مدير فني 2004. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا لحضرتك. محمد صلاح نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر 2004 ورابع العالم، نورتني وشرفتني. اتمنى لك كل التوفيق. بنشكر حضرتك، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونستقبل بقى باقي اللاعبين. فقره مع بلال ابراهيم، بالمناسبة أخذ أحسن وينج ليفت في بطولة العالم، وهيكون معانا معاذ عزب بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وفي البداية بنحب نبارك لمنتخب مصر لكرة الطائرة رجال اللي استطاع منذ لحظات أن يفوز على فريق الجزائر الشقيق 3-1 ويتوج بطل أفريقيا بعد غياب طويل. ألف مليون مبروك لمنتخب مصر لكرة الطائرة رجال، الصعود إلى بطولة كأس العالم، وأيضا
يصبح اقرب او قاب قوسين او ادنى من التاهل الاولمبياد باريس 2024. الف مليون مبروك النادي الاهلي. كنت اقول النادي الاهلي، وطبعا النادي الاهلي دايما هو البطل. منتخب مصر كرة الطائرة استطاع انه يحول خسارته من الجزائر في المجموعة الى فوز في النهائي، ويبقى خسارتك في المجموعة هي الدافع الاساسي لفوزك بالبطولة. الف مليون مبروك. الحقيقة البطولة دي كانت من اصعب بطولات افريقيا على الاطلاق. ليبيا النهارده بتاخد ثالث، الكاميرون بتاخد رابع، الجزائر بياخد ثاني، مصر بتاخد اول، تونس بتطلع من دور الثمانية. يعني الحقيقة بطولة بجميع المقاييس بطولة قوية جدا. الف مليون مبروك. فوز يعني اكيد يحسب للمدير الفني فلافيو الايطالي المدير الفني الجديد، يحسب لكبار الفريق، يحسب للصغيرين، يحسب للخماسي نادي الاهلي، وخاصه حسام يوسف صانع العاب اللي كان ليه دور كبير جدا في الفوز، واحمد صلاح كمان النهارده عمل مباراه مهمه جدا في اوقات حاسمه. خلينا نرجع بقى لابطالنا، رابع العالم في كره اليد 2004. اروح ارحب طبعا باحسن وينج ليفت في البطوله ولاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر بلال ابراهيم. اهلا بيك يا بلال. ازي حضرتك، عامل ايه؟ مبروك. الله يبارك في حضرتك على الرابع، ومبروك على احسن وينج ليفت في البطوله. ربنا يخليك. الله يبارك في حضرتك. برحب طبعا بنجم الفريق ورابع العالم ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر معاذ عزب. اهلا بيك يا معاذ. اهلا بحضرتك، ومبروك على الرابع والاداء الرائع اللي انت عملته في بطوله العالم. الله يبارك حضرتك، نورتنا وشرفتنا. خلينا اجي لك يا بلال. يمكن اكيد نبتدي بطوله افريقيا. أداء كان كويس جدا في رواندا، فزنا في كيجالي العاصمة، في صالة كيجالي الرواندية، بعد صالة ممتلئة بالجماهير. كلمني عن المباراة دي، وكلمني تاني يوم عملتوا إيه. إحنا لعبنا رواندا في المجموعة، وماتش يعني كسبنا فرق كبير، بس ما كانش الأداء ما كانش كويس. فلما وصلنا فاينل كنا اللي هو بالنسبة لنا دافع أول أفريقيا لينا في حياتنا برضو، يعني فده دافع، وان احنا برضو ان احنا نحسن النتيجه. اخذنا الحمد لله كسبنا الماتش، مع ان كان الجمهور كانت الصاله فيها مقفوله علينا. ورئيس الجمهوريه بيحضر الماتش، حضر الماتش لما كنت انا بلعب، كان بيجي يعني. ايوه حضر. وبعد ما كسبنا الماتش على طول الساعه بعد واحنا بنحتفل كده كلنا بقى ومش عارف ايه، لقينا ان احنا عندنا تمرين تاني يوم الصبح. كابتن وائل قال لكم تمرين تاني يوم الصبح؟ لا، كان كابتن مجدي. كابتن مجدي ابو المجد قال لكم تاني يوم. تاني يوم الساعه 9 الصبح كان في تمرين. نعم. ان احنا كان مش هدفكم افريقيا، مش هدفنا افريقيا، ان احنا بنلعب اسمه ايه ده لكاس عالم، ذهبيه كاس عالم. لا تعالى، انا عايز اقف هنا بقى. اولا التمرين مش هدف لك فني، انت راجل كسب البطوله. أيوة. التمرين هدف ورساله. رساله بالظبط يا اولاد، احنا مش جايين اصلا افريقيا. بالظبط. احنا جايين عشان كاس العالم. عشان كده كان في روح مش طبيعيه في كاس العالم، ان انت جاي روح. بطل. برافو. الروح دي كنا مفتقدينها، صدق. أيوة. دي حاجه اول مره في تاريخ المهني ده كاعلامي اشوف منتخب بيكسب بطوله وتاني يوم بيعمل تمرين. بالظبط. ما سمعتهاش قبل كده. أيه. وده يمكن اللي اداكم الروح ده واللي خلاكم تادوا بالاداء ده. فعلا. طب معاذ اجي لك. يمكن البطوله دي كان فيها ثلاث مباريات يعني حاسمين، وطبعا من السيجمنت الاول انا يمكن عرفتها ايسلندا، عندنا كرواتيا، عندنا مباراه فارو. يمكن ثلاث مباريات دول كانوا مباريات مأزمه جدا. ناخد مباراه ايسلندا في المجموعه الاول، كان ظروفها ايه؟ هي كانت المباراه، احنا بدانا المباراه بدأنا كان في دروب في أول المباراة. فاحنا الدروب دوت احنا يعتبر ما فوقناش فيه غير في آخر خمس دقايق في الشوط الأولاني. كان الفرق وصل كام؟ الفرق وصل لـ8. يا نهار أبيض. بس يعني قدرنا نرجع شوية، وصل لـ5 بعد ما الشوط الأول خلص. طبعًا بس كتير برضو 5. هو طبعًا كتير. بتلعب كأس عالم مع فرق مش صغيرة. وكان كمان ده ماتش يعني هيصعد، أي خلاص هنصعد مجموعة. يعني هنصعد خلاص. ايه اللي حصل بقى في التاني؟ فطبعا احنا يعني اولا طبعا كابتن وائل ادانا طبعا يعني زي الكلمتين كده اللي هو ايه، دوش. لا الدش اللي بناخده. ايوه ايوه ده معروف. ايوه بالظبط، ده اسمه كده، اسمه دش. ايوه هو اسم زي فوائل. وانتوا ما ينفعش انتوا مش جايين عشان يعني، بس احنا كنا لعبنا ماتشين قبليها. كنا لاعبين ماتشين اليابان والتشيك، وكنا زي الفل وكسبنا كتير. كمان التشيك كسبت ايسلندا، فده كان ماتش صعب بتاعهم. اوبا، يعني اللي يكسب في الماتش ده يصعد، وقلبت اكنها كاس او اللي هو ماتش نوك اوت. نهار ابيض. بالظبط. فطبعا يعني احنا قعدنا نتكلم مع بعض، يعني احنا قعدنا بعد ما الكابتن خلص قعدنا في الاوضه مع بعض واتكلمنا وكده، واللي هو لا لازم نشد حيلنا وكده. مين كابتن فريقكم؟ كان احمد طغيان. بيلعب في نادي الجيش. لعب نادي الجيش، تمام. فطبعا احنا نزلنا، كنت انا طبعا يعني بدات الشوط الثاني ونهيت الماتش. لعبت الاول انت، اخر الثاني، اخر الاول، اخر الاول في اخر خمس دقائق، وبدات الثاني وخلصت الماتش كله. طبعا كان طبعا الماتش كان صعب، يعني طبعًا. كان عوضنا واحده واحده ولا عوضنا مره واحده؟ لا، واحده 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 قوي. احنا يعتبر وصلنا خلاص، اللي احنا فرقنا الفرق 3، كان فاضل 5 دقايق على الماتش ويخلص. يعني انتوا قعدتوا تعوضوا 25 دقيقة؟ قعدنا بنعوض وكده وندافع، يجي فينا جون نحس ان احنا لا احنا المفروض ندوس اكتر وكده. يعني كانت الدنيا كانت مش ماشية. اللي هو انت لعيب دايرة، هجوم ولا دفاع؟
يعني بتتهاجم اكتر في الدايره ولا بتدافع اكتر زي ابراهيم ولا زي عادل عندنا؟ لا هو يعني انا مش بدافع بس ومش بهاجم بس، انا بقى يعني الاثنين. ممتاز، ده حلوه جدا حلوه جدا. فاكر حطيت كام هدف ولا مش فاكر في ماتش؟ انا فاكر في ماتش ايسلندا دوت انا حاطط 5 اهداف بس يعني في الشوط الثاني. ما ده هم اللي عملوا التعويض. طيب هنروح بقى كده على ماتش الفارو، حكى اتكلم عنه يمكن صلاح قبل الفاصل، هنتكلم بقى على ماتش كرواتيا شويه. طب فارو انت كنت في الملعب يعني لعبت فترات؟ هو انا كنت موجود في الملعب في اخر دقيقه ونص، يعني انا اللي كنت سبب في البلن في اللي هي اللي هي قبل الاخيره، يعني الكره قبل الاخيره بالظبط اللي هو الهدف اللي جاب الفرق، خلى الفرق واحد. ايوه اللي خلى الفرق واحد. انا كنت سبب في البلن في ضربه الجزاء ديت يعني. ما شاء الله. طب وانتوا اصل انا لقيت فجاه الفرقه بتضغط، هل انتوا كنتوا لعيبه اتفقتوا ولا كابتن وائل قال لكم اضغطوا في الكورت؟ يعني كان فاضل دقيقه ونص، انتوا اللي خدتوا القرار في الملعب ان انتوا تروحوا تقابلوا الفرقه من البدايه ولا ايه اللي حصل؟ احنا شفنا ان انتوا ضاغطين قوي. هو يعني كابتن وائل اتكلم في حاجه زي ديت، بس هو طبيعي ان احنا يعني تضغط خلاص. خلاص احنا خسرانين واحنا اللي هو ايه مش باين على حاجه. ما انت لو استنيت هيضيع الدقيقه ونص. ايوه بالظبط كده. احنا مش باين على حاجه، فانت بتضغط وانت عايز تاخد الكره باي طريقه. بس الماتش كان صعب قوي. هو الماتش كان صعب والحمد لله يعني اخر دقيقه ونص يعني كان انت كان ليك دور. الله كلكم كان ليكوا دور الحقيقه. الحمد لله. طب قول لي برده يا بلال، انت ماتش فارو ده كنت في ملعب؟ انا جبت اخر جون. اخر جون اللي في اخر ثانيه ده. اخر ثانيه انا يعني اعصابك ايه؟ طب يعني انا ما كنتش خايف خالص، بس انا على الفكره انا خدت الكوره ببص على الجون لقيت الجون بيتزحلق وبيقع، هو اتزحلق ما اعرفش الكعب الحاجه كده. فانا قلت الجون فاضي. لا هو مش فاضي، هو بيتكعبل وواقف، فهو انا قلت لو شطها اي حاجه هيعمل حركه عشوائيه فايه فهتتصد يعني. هشوطها عشان مش هتروح طبعا مظبوطه. مظبوط بالظبط. تقلت شويه. فانا فضلت حتى انا سامع ورايا قاعد شوت. انا لو ايه انا هروح اهدى، انا قاعد اقول لنفسي اهدى وروح شوت، روح حط الكوره جون صح يعني. فسبحان الله بقى يعني جت في 95 59 59 باللحظه الكوره جون والحكم صفر. بس اقول لك على حاجه، انت عندك ثبات انفعالي ما حصلش. شوت 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 ممكن تتسرع كانت هتتصد. ايوه. وكمان انت عملت ريسك جامد جدا. ان انت قعدت تتقل على كورتك والساعه عماله. أيوة. انت كان جزء من الثانيه، جزء 1% من الثانيه خلاص كنت كانت كوره بره زماني. كان بص الهسه اللي اتعملت لك دي كانت تبقى سهله. شوت قلنا لك شوت قلنا لك شوت. طبعا الموضوع كان صعب قوي. انت بعد ما الجون جه بقى وبصيت لقيت اللي انا عملته. انا اول ما شوت قلت كده. لا انا اول ما شوت انا سمعت الباز صفر. طبعا الباز صفر اكتر واحد بيحس الكوره بعد امتى. انا اول ما الكوره اتقطعنا انا حاسس بالوقت ان فاضلي 6 ثواني، فست ثواني دي تديني ان انا اروح او 5 ثواني اربع ثواني 5 ثواني. فانا ال5 ثواني دول مش حاسبها طبعا، مش شايف التايم، بس انا حاسس بالتايم. لا في ساعه داخليه. ايوه بالظبط. تعرف انت تلعب باسكت كويس بجد والله العظيم. لان انا كنت لعبت باسكت. أيوة. فبقول لك انه اللي بيحسب الساعه الداخليه دي بالزبط. يبقى لعيب باسكت اكتر من يد، لان شويه انت عندك التايم اكتر. طيب التايم. أيوة. اكتر عندك بالزبط. طيب وفاكر انت ظروف قطع الكره ازاي؟ ايه اللي حصل؟ فاكر المنظر. أيوة ده؟ طبعا فاكر يعني الثلاث كور. لا انا عايز الكره الاخيره. الكره الاخيره انا طلعت، هو كان عندهم الهاف سنتر هاف بتاعهم ده اخذ احسن هاف في البطوله وهدف البطوله برقم كبير قوي، برقم يعني هو اعلى واحد في العالم في تاريخ الهاندبول في كاس عالم ناشئين جاب اهداف ما شاء الله. واقرب واحد منه هو ازيد منه ب 31 جول. كنت تعمله هو اللي يعمل الميس باس دي. فهو انا طلعت عليه مان، فانا قاعد اللي هو ايه انا خلاص مش هينفع اعمل معاه فاول. اي فاول التايم خلص. فانا قاعد بقى اللي هو ايه احاول اقفل عليه ان انا اديله يعني زاويه يباص منها عشان نعرف نقطعها خلاص. هنريسك يعني بنلعب على ريسك خلاص. فانا اديته زاويه والحمد لله يعني كرم من عند ربنا. واحد من عندنا كان واقف في نفس الحته فهو مسك الكوره كده بيعمل كده لان انا قدام. بالظبط. شوت 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 شوت. لا انا مسكته دلوقتي استنى. قعدت تقرب عشان الزاويه تبقى مظبوطه. والجون طبعا ما كانش متوقع الكوره تتقطع فالكعب. بالظبط. ايوه. فانت اخترت الزاويه الصح. هو كان تقريبا كان واقف يعني مثلا بعد التسعه بحته كده. فهو قبل ما يرجع تقريبا الكعبل بقى ما اعرفش ايه اللي حصل. بس فرصه تحط الجون. بالظبط. طب انت فاكر انت شفت الرؤيه وانت في الملعب شفت الجون ده؟ يعني انت كنت فين؟ هو انا كنت ورا، انا كنت ما قدرتش اتحرك اللي هو انا مش مصدق اللي بيحصل. انا اللي حطيت ايدي على راسي اللي هو يعني مستني الكره تيجي جون. فطبعا اول بقى ما جت جون يعني انا ساعتها انا تعبت من كتر الاحتفال بسبب اللي انا اللي هو انا خلي بالك اصل ده سلاح ذو حدين من كتر المبالغه في الاحتفال في دي. انت لسه ما كسبتش. ايوه. عملته بقى في الاكسترا تايم قلتوا لبعض ايه نهدى بقى يعني خلاص احنا جبنا الجيم ونرجع بقى في الملعب. هو مش قوي كده احنا يعني ثقتنا زادت زي طبعا يعني وهم حصل لهم دروب وهم حصل لهم دروب. طب اسلام خدت مركز كام؟ سابع لا تاسع. لا طلعت من 16 اصلا هي تحت. ما هي كان دور ده ماتش 16 وماتش 8
احنا فارو كان ماتش كام؟ 8 8 طيب خد الثامن خد الثامن لا خد التاسع بعد الثمانية ما هو تطلع من بره لا احنا بنلعب في 8 خد الثامن اللي يصعد يخش سيمي فاينل خد الثامن خد الثامن طيب يا سبع يا ثامن خد الثامن طيب فاكر بقى قول لي الاكسترا تايم حصل ايه؟ واحنا الاكسترا تايم يعني سقطنا زاد بنفسنا فاللي هو احنا خلاص احنا الحمد لله سقطنا زاد وحاسين ان احنا هنقدر خلاص يعني أيوه. يعني الكوره جت من عند ربنا الحمد لله فحاسين احنا هنقدر وكده بس ف يعني اللي هو هدينا شويه الماتش هيجي بالراحه نهدى وخمس دقائق وخمس دقائق فنهدى وان شاء الله الماتش هيجي وكده واتكلمنا طبعا هنعمل ايه وكده حتى ساعتها عشان انا كنت يعني لعبت كتير في يعني في عندك اخر 10 دقائق لعبت كتير في الماتش ده يعني لعبت تمام. يعني اخر 10 دقائق كانوا كلهم يعني سرعه فحتى كابتن وائل كان بيخليني هاجم بس كان بيخلي احمد توفيق ينزل يدافع مكاني شوية. ايوه وكنت بهاجم بس وبالراحه خالص واحده واحده وجبنا الفرق طيب انت فاكر الماتش خلص الفرق قد ايه 4 باين ولا 3 4 صح 38 34 انا طيب والفرق ده حصل في الثاني ولا حصل في الاولاني اكسترا تايم الاول ولا الثاني لا في الاولاني احنا خلاص هم وقعوا احنا خلاص احنا ايوه خلصت عليهم يا باشا خلصت عليهم احنا خلصنا شوت شوت طيب بصوا يا جماعه ده يعني جايزه بيست ليفت وينج في البطوله بطوله تحت 19 سنه خلينا اوريها لكم حاجه شياكه كده وحاجه جميله جدا طبعا معلش نجيب عليها صوره بس ايوه عليها شويه حاجه محترمه جدا 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 بلال ربنا يخليك يعني طيب قول لي على اللحظه بقى لما اعلنوا ان انت يعني هم طبعا في الاخر في التتويج والحاجات دي بيعلنوا احسن او الفريق الرئيسي او الفريق في البطوله كلها فاكر اللحظه دي انت كنت واقف كنت متوقعها كنت يعني كلمني عن لحظه نطق اسمك واسمك بيتقال انا ما كناش في الصاله فاحنا كنا يعني كنت قدام الاوتيل كنت قاعد زعلان قوي طبعا كنت عايز تاخد ذهب يعني كنا عايزين ناخد ميداليه كمان واللي هو خلاص الذهب راحت يبقى ناخد برونز يعني برونز طيب. بس فانا واقف قدام الاوتيل فلقيت واحد بيبعت على الجروب بلال اخد احسن انجليف انا ما اعرفش انا في ناس قالت لي في فرقه انت ممكن تاخدها وبتاع في المنتخب بس اللي هو احنا مركزين اكتر زعلك على البطوله اكتر بكتير تفكر في حاجه بالزبط. تاخدها فرديه بالظبط فلما هو بيقول بلا خلاص انا وينج فبقول له احلف يعني لو انا ما اعرفش بجد انا ما اعرفش بس بعديها بقى هو كان بيتفرج على الماتش بقى اللي شغال او التتويج بالظبط شاف التتويج فهو اتفرج ولقى ان طب رحت ازاي الملعب عشان تاخد دي ولا جات لك الملعب؟ جات لي على الاوتيل جات لك على الاوتيل انا لو منك سبرنت سبرنت انا كنت اضرب انا لو منك الصاله بعيد عن الاوتيل يعني مثلا اظن مشي مثلا تلت ساعه مثلا ماشي مفيش فيه هضرب سبرنت اروح 10 دقايق هناك اخدهم ماليش فيه بس هو طبعا انت عبال ما سالته وبتاع كانت الدنيا ايوه بالظبط طب فاكر مين اللي جابها لك؟ حد من الاتحاد الدولي؟ الجايد بتاعت المنتخب اللي كانت موجوده هناك طب طب لما جت بقى الاوتيل بقى انت خدتها ازاي؟ انا كنت قابلتها ولا زمايلك عملوا ايه لا وإيه انا كنت داخل الاوتيل انا فضلت واقعد تحت اللي هو انا اللي هو كله بقى الفرقه ابتدت تنزل وبتاع اللي هو ايه بقى يباركولي وبتاع وبعديها وانا واقف تحت لقيتها بتقول لي اتفضل دي الجايزه وبتاع بس فقلت لها شكرا سعيد جدا جدا طبعا حاجه كبيره قوي بس كان نفسنا اكتر ان احنا نعمل حاجه جماعيه بيعجبني فيك كده على طول بيعجبني فيكم كده يعني الهدف يعني دي حاجه كويسه وتسعدني بس ميداليه لبلدنا كانت تسعدنا اكتر بالظبط طب انت فاكر انت يعني احتفلت معاه زي معاذ بقى تحت في الريسبشن ولا انا لا انا فاكر انا كنت فوق هو داخل في الطرقه داخل شفت فوق انا كنت فوق في الكوريدور في ايوه في الطرقه بتاعت الفندق كده هو كان تحت طلع فانا شايفه في فانا جاي انا جريت عليه هو واخد وقع فيه على طول لو احنا يعني قعدنا نزعق مبروك يا بلال وكده وقعدنا يعني طبعًا. يعني احتفلنا بيه يعني يعني طبعًا. كويس يعني. طبعا لما ياخد وينج ليفت وده مكسب لينا كلنا اكيد خلي بالك هو مش هيحقق ده بدون دعمكم في الملعب يعني هو ما وصلش ان يحط اهداف او يجري الوينج ليفت دايما بيبقى اغلب لعبه بيبقى بسبب البلاي ميكر والبلاي ميكر والخط الخلفي والفاست بريك كمان بيكون الموجة الاولى والثانيه طبعا انتوا اضرب الكلام ده مني او السنتره السريعه والكلام ده كله فهو ما كانش حقق ده الا بمساندتكم فطبعا اكيد يعني ده مش هيجي غير باللعب الجماعي طب خلينا نتكلم عن طموحاتكم يعني انت لعيب دايره وما شاء الله بتدافع او بتهاجم نفسك تحقق ايه وانا اكيد يعني اول حاجه نفسي احققها طبعا في السنتين المرتبطه اللي جايين كدوري وكاس وطبعا البطوله الجديده اللي حطوها لنا طبعا هتبقى ثلاثيه في الموسم ايه البطوله الجديده بقى عرف الساده المشاهدين هي زي كاس نخبه بياخدوا التوب 6 في الدوري ويلعبوا بعض زي كده في مجمع كده بيبقى زي سوبر ايوه حاجه زي ايوه اسمه سوبر فده البطوله الثالثه ليكوا دي المفروض تمسكوا تاخدوا الثلاثيه ان شاء الله الثلاثيه السيزون دوت واللي بعده ان شاء الله اتمرنت مع الفريق الاول اتمرنت السنه اللي فاتت حوالي لعبت يعني او حاجه معاهم لا ما لعبتش وانا اتمرنت ايوه اتمرنت حوالي 7 أو 8 تمارين معاهم طبعا يعني كانت
انا تجربه حلوه. كانت تجربه طبعا كويسه جدا كابتن ديفيز وكابتن محمد ابراهيم، فيعني وكابتن محمد ابراهيم كان فيرود زيي، فطبعا دي حاجه كويسه قوي يعني. صحيح. ايوه كان دايما. طولك كام يا معاذ؟ طويل انت ما شاء الله. انا 194. ما شاء الله، انتوا جيل طويل يعني، ما فيش حد قصير. طب انت طولك كام يا بلال؟ 187 بس. حلو، ما هو الوينج مش محتاج طول. محتاج طول. محتاج سرعه، محتاج محتاج. طيب يعني انت بتلعب وينج ليفت، بتلعب ايدك اليمين صح؟ اتمرنت مع الدرجه الاولى؟ اتمرنت مش كتير بس اتمرنت معاهم. كانت السنه دي في حد منكم اتمرن؟ يا كابتن هشام قال لي لا احنا عشان مركزين، فكابتن مستر ديفيد اغلب الفرقه، وانا يعني توقعت ده. ايوه احنا انتوا كل يعني الفرقه بتمرن مع بعض. طب خلينا نتكلم عن يعني طموحاتكم وامالكم مع الفريق الاول. الفريق الاول كل واحد منكم عارف مين اللي فوق، وعارف طبعا وضعه ايه. شايفين انتوا قادرين على المنافسه دي؟ يعني انت قادر ان انت تخش المنافسه دي مع اللعيبه دي، ونفسك تاخد فرصتك، والمنافسه شرف يعني. اكيد ما فيش حد في مصر ما نفسوش يلعب درجه اولى في النادي الاهلي، ده شرف لاي حد، ويعني اي حد يتمنى ان هو يلعب دقيقه في اي ماتش. بس احنا قادرين ان شاء الله، قادرين طبعا كرم ربنا طبعا ان شاء الله. ويعني احنا ان شاء الله مستنيين الفرصه، ان شاء الله نبقى قدها، وان شاء الله هكون قدها. وخلي بالك الموسم طويل، الفريق الاول عنده 7 بطولات. بالظبط. مستحيل فرقه هتكمل بالسكواد بتاعها، بس هتحتاج من 2004 يعني. ربنا يحفظهم كلهم. اجهاد، اصل حاجه الاجهاد طبعا يعني، ربنا يحفظهم يعني. بس الاجهاد هيبقى مستحيل يعني، نتمنى ان حد يحصل اي حاجه عشان اي. بالظبط طبعا، ودي روح العاليه. بس انا بتكلم انه عدد ماتشات كبيره، وهيبقى فيه اجهاد، لازم هيستعين ان شاء الله. لو ارهاق واجهاد طبعا ده اكيد هيكون فرصه، والفرصه جايه اكيد هتستغلها كويس ان شاء الله. طب معاذ انت نفس الكلام برضو، انت فوق عندك لعيبه كتير يعني. عادل ما شاء الله عامل شغل كويس في الهجوم، عندك ابراهيم المصري في الدفاع يعني صخره، احسن مدافع في افريقيا. ياسر سيف كمان عمل كويس، عبد العزيز برضو. فانت شايف ازاي، شايف الدنيا ازاي فوق، وانت جاهز للفرصه ولا لا؟ هو انا ان شاء الله جاهز، وحاليا وشغال على نفسي اللي هو ان انا هجهز لحاجه زي ديت. طبعا لسه قدامي سنتين، بس طبعا يعني من دلوقتي شغالين. من دلوقتي شغالين. انا قدامي سنتين لسه، عبال ما اللي هو بقى خلاص ابقى يعني اطلع هنا، اطلع في فيرست تيم ان شاء الله. بس طبعا شغال على نفسي، وانا شايف ان انا هقدر ان شاء الله يعني اشارك وابقى في المنافسه. بس ان شاء الله يعني ربنا يكرمني كده واطلع السنه دي مثلا. انت لسه عندك فرصه تلعب بطوله عالم كمان؟ لسه عندنا بطوله عالم كمان. هتبقى في افريقيا الاول ولا هيبقى في افريقيا؟ اظن افريقيا. انتوا الاثنين سن واحد صح؟ طب افريقيا السنه الجايه فين؟ هو ممكن اظن ما اتحددتش لسه، تحدد قبل ما القرعه تتعمل. والله تيجي مصر يعني يا رب. بس مصر بتخش على بطوله عالم، افريقيا ما مصر لا افريقيا افريقيا فيرست تيم في مصر في يناير. في يناير انا بتكلم على الشباب. الشباب زمان كتير في الشباب ما شفتش بطوله افريقيا في مصر. يعني ممكن تبقى في الكونغو تقريبا. تونس تقريبا افريقيا بتاعتنا في تونس. انا عارف كاس عالم في سلوفينيا. سلوفينيا جامده، سلوفينيا جامده، سلوفينيا. بس ان شاء الله انتوا لسه عندكم فرصه، وطموحاتكم طالما بادئه من دلوقتي ان شاء الله لما توصلوا لفريق الشباب، لان انتوا ناشئين، لما توصلوا لفريق الشباب اكيد ان شاء الله هتبقى يعني هتكونوا حققتوا اللي انتوا عايزينه. طيب هل ضرب من احد منكم كلام مع مستر ديفيد ديفيز، ولا كنتوا بتمرنوا بس في السنه اللي فاتت؟ انا مستر ديفيد طبعا بارك لي، وكابتن محمد ابراهيم وكابتن ياسر وكابتن احمد سالم، كل الجهاز كله يعني بارك لي. هو كابتن ديفيد بس قال لي كلمه واحده. قال لك ايه؟ قال لي ما تريحش دلوقتي بس. طب انت فاهم معنى الكلمه ايه بقى؟ ان انا عملت حاجه الحمد لله حلوه، فان انا افضل استمر في ان انا اطور نفسي اكتر، ان انا اتعب اكتر، ان انا ابقى عايز ابقى احسن في كل حاجه بقى. انت عارف الكلمه ممكن يقول لك اتعب كمل. كمل شغل. بس هو قال لك حاجه ثانيه غريبه، قال لك ما تريحش دلوقتي. عارف كلمه حلوه لو ما اسمع. ما تريحش يعني ايه؟ ما تفكش. ايوه بالظبط، اللي هو ما تشوفش ان انت عملت حاجه يعني كبير كده، فخلاص بقى انا عملت كده، وان انا اريح وبتاع. وانا حتى مع نفسي مش شايف ان ده اوبشن بالنسبه لي، ان انا عملت حاجه كويسه. بالظبط. حاسس انت لسه ما وصلتش. بالظبط. يعني انا لسه ناشئين، انا لسه ما وصلتش فيرست تيم، ما لعبتش فيرست تيم كنادي اهلي او منتخب. ف كويس ان انت حاسس الاحساس ده. بالظبط. واللي انت كتبته على الجروب بجد، انتوا بتتكلموا بجد. انا خدت احسن وينج. فدي بتبقى حلوه ان انت شايف ان انت ما عملتش حاجه، وده برده بدايه النجاح. يا رب يوفقك. خطوه كبيره، بس خطوه ان انت تستمر عليها. انا فلان خطوه تستمر، ان انت تستمر وتاكدها. بالظبط، ان هي دي بدايه، اللي جاي ان شاء الله اكتر واكبر بكتير ان شاء الله. خلي بالك نفس الكلام يا معاذ، ممكن تكون انت وصلاح ما خدتوش جايزه، ولكن خدت خبرات لا تقدر بثمن. يعني ماتشك مع الفارو ده في النهايه، وانت موجود في الملعب في اخر دقيقه ونص، دي لوحده جايزه.
برضو نفس الكلام صلاح لما كان لعب ماتش كرواتيا وأدي فيه اداء كويس جدا، ده ميداليه وده لوحده بطوله، لان انت بتاخد خبرات كبيره. انت حاسس بالخبرات دي؟ حاسس ان انت عمال كل يوم تكتسب خبرات بتتحط معاك في الصندوق في يوم من الايام هتقدر تفيها بيها النادي بتاعك؟ اكيد طبعا، يعني خبرات كاس عالم كله من اول ماتش لاخر ماتش، وكل ماتش بيدي يعني خبرات اكيد. انه اول ماتش في كاس عالم فدوت يعني ده يعني بيدي اللي هو ايه ثقه في النفس طبعا. واخر ماتش اللي هو كرواتيا دوت اللي هو لا انت لازم بعد كده ان هو تفكر يعني تعلم اكتر بالظبط كده. معاذ انا بتمنى لك كل التوفيق، يعني لعيب مشروع لعيب هايل، وان شاء الله تتوفق. معاذ عجب نجم طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر 2004، نورتيني وشرفتيني يا معاذ. طبعا بلال ابراهيم احسن وينج ليفت في بطوله العالم، نورتيني وشرفتيني، اتمنى لك كل التوفيق. انا بس ممكن طبعًا اشكر طبعًا بس اهلي، شكرا بجد، والدي ووالدتي بجد تعبوا معايا قوي في السنين اللي فاتت كلها، فانا بشكرهم قوي يعني. ربنا يبارك لك فيهم ويبارك لهم فيك، يعني كويس انت افتكرتهم في لحظه زي دي، واحنا كمان مسهم واكيد طبعا نفس الكلام يعني. طبعا يعني شكرا لبابا ومامتي طبعا يعني تعبوا علي، تعبوا معايا بطريقه يعني مش طبيعيه الصراحه، بالذات ان انا كنت في قبل كده عام في ثالثه ثانوي يعني انا يعني في الفتره الاعداد، فهم طبعا تعبوا معايا طبعا. بابا لما كنت بحتاج كتب بيجيبها لي، وبحتاج حاجات بيجيبها لي طبعا، ومامتي طبعا يعني تعبت معايا في حاجات كتير. ربنا يخليهم. بر الوالدين هو الطريق اللي او الاداه اللي هتمهد لكم الطريق للنجاح ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده مع ابطالنا نجوم اليد 2004 رابع العالم. شفتوا قد ايه احلامهم، شفتوا قد ايه طموحاتهم، اخلاصهم لنادي الاهلي ومنتخب مصر. بشكركم شكرا جزيلا، والحلقه جديده مع الابطال.